طلع انا هتكلم عن ايه دلوقتي؟ انا هتكلم عن الاميتيك فلويد. الحس الاميتيك فلويد ده النهارده من اهم الحساس اللي عندي في المنهج، مش هزار. الموضوع بتاع الاميتيك فلويد ده مش هنمشي من هنا غير انت مذاكر كويس وفاهم وحاضر. طلع على النت. اولا ايه الاميتيك فلويد؟ الاميتيك فلويد ده عباره عن ايه؟ الاميتيك فلويد ده عباره عن شويه الميه اللي موجودين حوالين الجلد واللي موجودين في حاجه اسمها الاميتيك فلويد. يعني لو انا بس مليون فلس اهو وده الجنين اهو، فحبه الميه اللي موجودين جوه الاميوتيك كافيتي الكوره اللي موجوده دي اسمه ايه؟ اسمه اميوتيك فلويد. طيب الاميوتيك فلويد علشان خاطر افهم المشاكل اللي هتحصل فيه لازم اكون فاهم هو نفسه. يعني لو انا فاهم كل كلمه فيه هو بيجي منين وبيحصل له سيركيليشن ازاي وبيتكون من ايه، هعرف اكمل الباقي، هعرف افهم الباقي عباره عن ايه. فالصفحه الاولانيه دي عباره عن هو ايه اللي ايه الاميوتيك فلويد ده كل حاجه عنه. طيب عرفت الديفينيشن؟ الاميوتيك فلويد ده عباره عن ايه؟ شويه الفلويد اللي موجودين جوه الاميوتيك كافيتي. اثنين، الاميوتيك فلويد ده جاي منين؟ الاورجن بتاعه منين؟ قال لك بص الاميوتيك فلويد ده جاي من عند الام ومن عند العيل. ولكن لما انا اقول لك الاميوتيك فلويد ده جاي منين تقول لي على حسب. على حسب ايه؟ انا هسالك سؤال في اول 20 اسبوع بدل الحمل من بدل تتوقع مين المين كونتريبيوتر، مين الاساسي اللي هيكون الاميتيك فلويد، الام ولا الجنين؟ اكيد الام، عشان اصلا في جنين لسه احنا بنتكلم في 20 اسبوع حاجه زيها صغيره خالص فيها مفيش حاجه. وبالتالي يبقى عندي قبل 20 اسبوع الاساسي صح الماتيرنال بلازما بتقعد تطلع شويه ميه وتقعد تجمع كده وتعمل لي اميتيك فلويد. امال بعد 20 اسبوع؟ لا، بعد 20 اسبوع الكونتريبيوتر الاساسي اللي بيعمل لي اميتيك فلويد هو مين؟ هو الفيتو. انا لما اجي اقول لك تعرف تقول لي السورس بتاعي هو جاي منين الاميتيك فلويد؟ تقول لي والله على حسب. قبل 20 اسبوع ولا بعد 20 اسبوع؟ مين المسؤول عن قبل 20 اسبوع؟ الماتيرنال. وده بيجي في الانستيتيوت يقول لك مين المين سورس اول 20 اسبوع؟ الماتيرنال، الام. طب والماتيرنال او الام اللي اول 20 اسبوع دول بيجي منين؟ من البلازما. ده اساسي، ممكن الفيتا الانسيه والسكين ممكن يطلع حبه كده. لكن بعد 20 اسبوع مين الاساسي؟ العيل. طب وبيجي منين؟ اهم سورس من العيل اليورينيشن. الواد قاعد نايم بيعمل بالبيب يعمل ميه، ايه دي الميه بتاعته؟ اهي الواد قاعد اهو، اول حاجه وده اهم حاجه الفيتا اليورينيشن، ده اهم سورس بالنسبه لي. اثنين، هو ممكن يجي سورس ثاني قال لك انا عندي الاميوتيك انسيليم نفسه اهو، ده الاميوتيك ممبرين اهو جوه الميه، ده لوحده بيعمل اكتف سكريشن، عمال طول ما هو موجود يقعد يطلع ميه 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 اللي هو الاميوتيك فلو. طب ايه كمان؟ الواد نفسه السكين بتاعه الانسيليا الريسبيراتوري سكريشن كل حاجه في الجنين بتطلع ميه. مين ما اخدش شباب بعد ثانيه واحده؟ لا معانا في حد تاني على دكاتره؟ لا مش معانا. تمام؟ انا لما اجي اقول لك تعرف تقول لي السورس بتاع الاميوتيك فلويد تقول لي والله حسب. لو انا بتكلم قبل 20 اسبوع ولا بعد 20 اسبوع؟ مين اللي مسؤول قبل 20 اسبوع؟ الام. الكلام ده لازم، ده اساسي. طب بعد 20 اسبوع العيل جاي منين بقى العيل؟ اقول والله جاي ممكن عن طريق اليورينيشن وده اهم حاجه، عشان حالا اهو هضرب لك حوار اليورينيشن ده واقول لك هيحصل للعيل مشكله. طب ايه كمان؟ قال لك والله عندي من السكريشن بتاعت الاميوتيك فلويد نفسه اللي محوطه، الاميوتيك ميمبرين نفسه، او من السكريشنز بتاعت العيل عموما. طيب ايه الكاركترز بتاعت الاميوتيك فلويد ده؟ يعني الاميوتيك فلويد ده عامل ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ الكاركترز بتاعته بقى عشان هزود. قال لك بص والله الاميوتيك فلويد ده ليه فوليوم، والفوليوم بتاعه انا ما اعرفش احدده بالظبط. يعني الفوليوم بتاعه رافلي الرقم بتاعي اللي انا بشتغل بيه من 1000 ل 1500 تقريبا، حوالي من لتر لتر ونص، من 1000 ل 1500 مللي ده الاميوتيك فلويد. ولكن هل اول لما العيل بيتكون اول لما بيتكون بيبقى اللتر ده موجود؟ خالص، هو بيبدا يزيد. بيبدا الاول عادي خالص عند مثلا 20 اسبوع مثلا 400 مللي. طيب عارف ال 1000 1500 دي عند كام؟ عند 32 اسبوع. عند 32 اسبوع بيبقى من 1000 ل 1200 مللي. عارف عند 40 اسبوع بيبقى كام؟ 800 مللي. تفهم انت ايه؟ تفهم انت ايه؟ افهم ان الاميتر بيقل طول ما عمر الواد بيمشي. بعد ما اوصل للماكسيمم بتاع 32 اسبوع لتر لتر ونص بيقل. بيقل ليه؟ لان بيحصل حاجه اسمها بلاسينتا الايدجنج، البلاسينتا بتعكس. طب استفدت من ده ايه؟ استفدت من حوار البلاسينتا الايدجنج ده ايه؟
عشان اقول لك حالا اهو حالا لو انت فاهم دي اقول لك ان سبب من الاسباب اللي بيعمل اوليجوميدرام مش يعني ميه قليله العيال بتبص ليه. عندي عيل كده مولود 42 اسبوع ولا حاجه في عيال بتطول ينساب جوه بص تلاقي مفيش حواليها ميه ليه؟ لان ما عادش في حاجه بتطلع ميه. تاني من الاول انا بتكلم عن الامنيوتيك فلويد. ايه الامنيوتيك فلويد؟ هو عباره عن الفلويد اللي موجود في الامنيوتيك كابيتال. اثنين الامنيوتيك فلويد الكاركتر بتاعه ايه؟ عايز اعلق على تو بوينت. البوينت الاولانيه الفوليوم، بقول لك والله ان الفوليوم بتاعي اللي انا هشتغل بيه هو من لتر لتر ونص، عايز جنب لتر لتر ونص اكتب كده اد 32 اسبوع ده الماكسيمم. امال انا بادئ ازاي؟ قال لك والله بص انا بادئ مثلا عند 20 اسبوع 400 متر واكمل عند 32 اسبوع اللتر لتر ونص، طب عند 40 اسبوع اللتر 100 متر. هتفهم انت ان انا بعد ما بعدي الترم 37 اسبوع وانا نازل يفضل يقل 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 عشان الوقت لما اقول لك البوست ترم بيعملها انت. النقطة اللي بعدها شكله عامل ازاي؟ قال لك والله بص هو كبير الاسبكت بتاعه كبير ولونه بين يلو اصفر كده وباهت شوية، ولكن اكتب كده بيكم اوبيك الترم مكتوب هي مكتوبة بيقول لك هو كبير ولكن عند الترم بيبقى اوبيك. عايزك تكتب هو اوبيك ليه؟ اول قبل ما العيل يكمل الترم بتاعه بتلاقي الميه صافية لانك جايب ازازة ميه طبيعية. انما انت لما تيجي تفتح الممبرين لما تعمل ارض الشباب شو كنا بنتكلم عنه النهارده وهي ولد بتلاقي الميه معكرة. ايه سبب ان المايه معكره؟ قال لك والله بمنتهى البسيط سبب ان المايه معكره ان فيها حاجات من العيب بتدل ان هو مكيوت. سمعت عن حاجه قبل كده اسمها لوجو هيد؟ بص العيب بيبقى هو لسه مش مكيوت بيبقى عليه حاجه اسمها شعر كده والشعر ده هو بقى نص ورباه. الشعر ده بيقع امتى؟ لما العيب يبقى مكيوت. يعني انا لو عندي عيب بريتر خدها في الاطفال يقول لك العيب بريتر اعرفه منين؟ يعني شعر كتير كده زي غوريلا كده. طيب مش انت شفت قبل كده عيل مولود تلاقي عليه من بره كده حاجه بيضاء فيرنكس كازيوزا ميه بيضاء كده بتاع البيضه دي بتفضل موجوده بتقع هو الممبرين بتوسخ. طب انت عارف لما كان يجي يبص كده يقعد يقع منه خلايا السيليا الدبرس ان بيجدد جلده في الاول انا لسه هولده انا من بدري العيل جلده وهو بريترن غير خالص وهو ماتيو السيليا بيقعد يتجدد وهو بيتجدد هيعمل ايه من ميه بالنسبه لي او بيه الثلاثه دول بيخلوا له بيكم ما تكتبهمش هتلاقيهم مكتوبين دلوقتي في حته ثانيه اقول لك عليها بمنتهى البسيطه خالص. صل على النبي الميه اللي حواليه قد ايه؟ لتر لتر ونص قول معايا قد ايه؟ لتر ونص. طب عندي 40 اسبوع كده قد ايه؟ طب عندي 32 اسبوع لتر لتر ونص. طب عندي 20 اسبوع اثنين قلت لك قول لي الاسبوع شكله عامل ازاي؟ ليه؟ طب اتكرر بين طب يبقى اوبيك امتى؟ عند الترم. زود لي حاجه من الرياكشن الرياكشن بتاعه الكلايد تبني الرياكشن بتاعه الكلايد. ايه لازمه البق بتاع ان الرياكشن الكلاين؟ صلى على النبي. جات لي واحده وليكن مثلا 38 اسبوع قالت لي يا دكتور الحقني انا في ميه بتنزل عليا. انا بالنسبه لي الميه اللي هتنزل على واحده حامل ما هي الا رابشر اوف ميمبرين، ولكن انت كنت في دماغك بقى قالت لك طب ده رابشر اوف ميمبرين ولا يورين؟ ممكن يكون عندها انكونتنس يورين. اعرف منين؟ مش بقى هشم شم ايه انا بتكلم على واحده فرد خلاص خلينا نتكلم كلام عقلاني. وبمنتهى البساطه خالص الامنيوتيك فلويد ده لو انا جبت ورقه عباد شمس وحطيتها هطلع ازرق، انما اليورين اليورين اسيدك هيطلع لون احمر. فانا بالنسبه لي محتاجك تبقى عارف ان الرياكشن بتاع الامنيوتيك ده فلويد ده ماله؟ الكلاين. تاني خلصت الديفينيشن سهل خلصت هو عباره عن ايه؟ السورس بتاعه ايه؟ تقول لي قبل 20 بعد 20. قبل 20 مين الاساس؟ الام ماترنال بلازما. بعد 20 جاي من العيل، مين اهم سورس للعيل؟ اليورين. وجاي بقى من السكريشن بتاعه وجاي من الابسيليوم والام هي كمان بتشارك من الماترنال سيرفيس بتاعه بتطلع حبه ميه. يعني دايما الفيروس والماترنال بيطلعوا معايا. خش على اللي بعده. اتكلمت بعد كده على الكومبوزيشن. 99% من الامنيوتيك فلويد هو ميه، ميه هو ميه. ولكن في 1% بقى شويه حاجات كده مش هتحبها. شويه بقى دوبيس. على شويه كده المينرالز بتاعه الصوديوم لا بوتاسيوم لا شويه بروتينات صور الوقت حاله هو اللي بيغسل العيل. صعب صعب اللي عنده مشكله في اي حاجه مش هو طيب طلع نبي. ايه الفانكشن بتاعه الامنيوتيك فلويد؟ ايه لازمته؟ ايه اهميه الامنيوتيك فلويد؟ قول اي حاجه من غير ما تبص قول اي حاجه. حلو ايه كمان؟ دلوقتي حواليه ميه بيعملوا ايه؟ يتحرك فيه. ايه كمان؟ الخفضات صح. ايه كمان؟ صح. اولاً صلى على النبي. لما اقول لك ايه اهميه الامنيوتيك فلويد تقول لي على حسب انت عايز اهميه الامنيوتيك فلويد ده في الحمل ولا في البيت؟ لان هنا هو وظيفه وهنا هو وظيفه. قال لك والله الامنيوتيك فلويد ده ممكن ساعه البريجننسي
ولا ممكن ساعد الليبر؟ طب بص بص، ابدا الاول بساعه البريجننسي. ساعه البريجننسي دي وظيفه طبعا وظيفه مهمه جدا جدا جدا. اكتب كده اهو 2 زائد 4. يعني ايه 2 زائد 4؟ قال لك والله في حاجتين هجيبهم بدماغي اللي انت قلتهم. اولا الامنيتي فلويد ده طالما انت عمال تقول لي في مينرالز وبتاع فاكيد ده نيوتريفي عمال بيغذي العيل. اثنين الامنيوتيك فلويد ده هو بالنسبه لي بيعمل بروتكشن. انت متخيل لو انا العيل اهو، لو انا العيل اهو معايا خلاص اهو، هو بيبقى لازم كفايه البرزنتيشن خلاص، لازم كفايه البرزنتيشن خلاص، لازم البرزنتيشن تحت كده. هو لازم تتخيل بقى ان العيل ده ما فيش حاجه حواليه، مع كل يوتراين كونتراكشن هيعمل الواد ده هيعمل 13 لحد ممكن يموت. فعشان كده الميه عامله بالظبط لما تجيب بوردر كده ولا حاجه ومليانه بتاع الابيض اللي بيحميه، ان هو ازاز حاجه اساس كده وخايف انها تتكسر. نفس الفكره بالظبط. الحاجه الثانيه ان هو بيعمل نيوتريشن وبيغذيه ضغط جميل قوي زي الفل. زائد الاربعه الثانيين اربعه سيستم، ودي من رحمه ربنا. كل حاجه الامنيوتيك فلود هيعدي فيها هيشغلها. شو انت عارف لما بيقعد يقول لك العضو الناس اللي بيستخدم يضمر؟ نفس الفكره بالظبط. انا الامنيوتيك فلود هيعدي في حاجه حاجه هيشغلها. بمعنى ايه؟ صلى على النبي. لو الواد عمل له بريز، لو شمه عدى من مكانه، ما حدش يقول لي الواد هيغرق، الواد هيغرق ايه؟ ما هو عايز ميه، مش هو هيغرق ولا مش هيغرق، هو كده بنفس البلاسنتا. الواد هو بيعمل له بريسنج وهو معدي في الريسبيراتوري سيستم هيعمل له ماتيوريشن. طب والدليل على ايه؟ هاجي دلوقتي حالا اهو لما اجي في مرض الجسم يقول لي الهيدرالوس الميه قليله، اقول لك العيان اللي عندها ميه قليله عندهم بالمونري هايبوبليزيا، هتفهم معنى كده ان اللنج بتاعتهم صغيره ما تكونتش. انا ليه؟ لان الامنيوتيك فلويد كان مسؤول عن ايه؟ يعمل ماتيوريشن. خد بقى السيستم ده على اي حاجه، الواد لما يعمل له انجكشن بيظبط لي الضغط بتاعته بتشتغل حلو، بيخلي ان ده بالنسبه لي ميديا العيل عمال يعمل فيها اكسكريشن. يبقى الاثنين الاولانيين اللي هو عباره عن نيوتريتيف زائد بروتكشن، وبعدين الاربعه سيستم. ايه الاربعه سيستم؟ واحد ريسبيراتوري، بيعمل ايه في الريسبيريشن؟ ان الواد يعمل بريسنج، ايه اللي يحصل؟ ماتوريشن. طب اثنين اكسكريتوري، الميديا بتاعت العيل ده اهو عمال يخرب فيه. ثلاثة اميونولوجيكال، هنيجي نتكلم عن شابتر الانفكشن، اقول لك العيال اللي حواليها ميه بتنزل الانفكشن، احسن انا عندي اثنين الطحينه بتاعتها على الشارع، حته الميكروب معفن زي البكتيريا الفاجينوس ممكن يخش يبهدل العيل، ولكن وجود الاميونيوتيك فلويد مع الابيثيليال سكين بتاع العيل ده بيبروتكت. فبالنسبه لي دي اميونولوجيكال فانكشن. اخيرا ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، صلى على النبي، لا ان وجود الميه بتعمل ايكوال ديستريبيوشن حوالين العيل، ضغط مناسب، ان كل اورجان يكبر بنفس زي الاورجان الثاني. يعني الواد نايم اهو وادي ايديه وادي رجليه، الميه هنا زي الميه هنا زي الميه هنا زي الميه هنا، هو كله ميديا واحده. طب ده الامباكت بتاعي ايه؟ قال لك بص، لو انت جيت تبص على مسطره واحده ولقيت جنب من الجوانب فاضي من الميه، ان البرين مطبق وليكن عندها كونجيتال مشكله، كونجيتال اللي حصل فالمبرين طبق، يقول لك لو جيت تبص على اللم اللي ناحيته هتلاقيه مسطره، مش بتشوف ناس ساعات كده رجل ورجل ايد وايد، بيقول لك ده في السونار بتاعهم من ساعتها لو جيت تبص. هي طبعا مش مشكله، حاجه مش قرص بتكلم حاجه هم موجودين بيه، هتبص تلاقي اصلا الجنب اللي كان مفيش فيه ميه ده مش عارف ايه خالص ولازق في بعضه كده. فبالنسبه لي الموفمنت بتاع العيل وحركته والديستريبيوشن اللي الميه عاملاها ده عامل لي ميديا ان العيل ينفع يبقى، ان المصر بتاعته ينفع يبقى. دي الفانكشن بتاعت الامنيوتيك فلويد. صعب، تعالوا نقراه مع بعض، امسك معايا نقراه مع بعض عشان مش مزود حاجه يزودها. صلى على النبي. تعريفه الوتر فلويد اللي فين، اقرا معايا عشان لو حاجه ازودها ازودها. في الامنيوتيك كابل ايه الكاركترز بتاعته؟ قال لك والله الكاركترز بتاعته عباره عن ايه؟ فاريبل بين 1000 ل 1000 ونص فين؟ 32 اسبوع، 20 اسبوع 400 مللي، 40 اسبوع 800. الاسبكت بتاعه كلير وبشكله باليلو. كلمه اسبكت اقصد بيها كلير ولا اوبيك عشان لما يسالك السؤال تعرف ترد. طيب بعد كده ايه اللي بيكونه؟ اوعى تنسى قبل 20 كنت ده اللي بينقص، نسى عليه هبله بس انت هتنقص. قبل 20 ولا بعد 20؟ انت ما بتخشش على طول تقول فيه كتير قدام. قبل 20 تامين الام، عشان كده تيجي تجيب الام الاول، يقول لك جايه منين؟ من الماتيرنال بلازما. طب بعد 20 يقول لك العيل ولا الام؟ العيل جاي منين؟ قال لك جاي من اليمينيشن، جاي من الامير الكريسيليوم، جاي من الاكتف سكريشن بتاع العيل. ماتيرنال جاي ترانسليشن عمال يعدي من السيرفس اللي كان حلو اللي موجود بره ده. طيب ايه الكومبوزيشن؟ اقول لك المين كومبوننت اوف امنيوتيك فلويد از ووتر، 99% منه ميه. طب والباقي؟ قول اي حاجه، مينرالز موجود، بروتينز موجود، اي حاجه بنفس موجود. الازرز، شايف الازرز دي اللي هي البيرنكس كاتلوز الحاجه البيضاء، واللانوجو هير والديسكومينيتد انسيليا سيت، اكتب جنبها كده دي اللي بتعمل اوبيك في الترم، دي اللي بتخلي بالنسبه لي امنيوتيك فلويد اوبيك اللي انا كنت بقول لك من شويه. طيب الفانكشن قلت لك ايه؟ 2 زائد 4 ده في مين؟ في البريجننسي.
اثنين هجيبهم بعقلي واربع اجهزه. ايه الاثنين اللي هجيبهم بعقلي؟ نيوتريشن بروتكشن. وايه الاربع اجهزه؟ يمشي معايا واحد ريسبيرات، اثنين اكسكريت، ثلاثه نيوتريشن، اربعه بس. حد عنده اي مشكله؟ بص بص، انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز اتكلم معاك، انا عايز اتكلم معاك، يعني مش انا الوقت بمعنى ايه؟ بمعنى النهارده كنت لسه وكل حاجه، بس كل حصه فيه انا عندي كم قديم عايز يتباع. فطالما انت حضرت انزل ذاكر، انك قاعد بتذاكر كاننا رجاله قاعدين في البيت، كاننا قاعدين نذاكر، انت بتذاكر قاعدين عاملين ازاي؟ فكاننا بنذاكر. قرر معايا ما تملش، بحيث انك تروح كده فاهم وحافظ بكل صلى على النبي. الوظيفه اللي انا قلتها فين؟ في البريمتس. امال بقى ايه وظيفه؟ حد يرزعها قول 50 جنيه اللي هيبص. حد يجمعك يعني يوتك فلويد كده عايز طقم الوراني، واحنا الوراني في الكونسول الخلفي. الامنيوتك فلويد لازمته ايه في الولاده؟ حلو. ده كلام جديد، استاذ مساعد لسه. بص يا سيدي صل على النبي. اولا الامنيوتك فلويد بيعمل ايه؟ عشان انا بقول لك ان النيولوجيكال بروجرامين كل حاجه، الفاجينا بقول لك مرفع، مرفع للانفكشن هي على الشارع اصلا. فمجرد ان هو بيتخرب ويتفتح الدنيا كلها بتتضغط، وده سبب من الاسباب اللي بيقول لك دي ده طبيعي احسن من القيصر. ليه؟ حاجه من الحاجات ان والله مجرد الميه دي بتنضف الدنيا، ده حاجه كويسه. طب ايه كمان ودي الاهم؟ صلى على النبي. ادي يا عم اليوتراس اهو موجود اهو خلاص، وادي العيل اهو. العيل بيتحوط بايه؟ بيتحوط بالكيسه اللي جواها مرض. فاكر الهستولوجي لما كان يقول لك ان انا لو عندي حاجه، اي حاجه موجود وعايز اقسمها لنقطتين، مش كان اللي قدام بسميه فور واللي ورا بسميه هايند؟ فاكر كده يقول لك عندي حاجه اسمها فور ووتر وهايند ووتر، فور جاب وهايند جاب. اللي قدام هسميه فور واللي ورا هسميه هايند، نفس الفكره. بيقول لك حاجه من الحاجات اللي بتساعدني انا عندي عنق الرحم ده، لما نيجي نتكلم في الولاده هقول لك ان السيرفكس ده بالنسبه لي عشان يفتح انا عايزه يفتح 10 سم، وفتحته 10 سم دي مش بالسهل، ده احنا هنقعد نلف ونعمل فيها اسبوع وبنعمل كونتراكشن وبعدين يحصل له رايدنج ومش عارف ايه. حاجه من الحاجات لو الواد ده اهو كان نازل براسه من القنبزه دي يفتح السيرفكس مش هيعمل. حاجه من الحاجات اللي بتساعد ان ده في حواليه ميه وفي حواليه ميمبرين، الفور ووتر ده هو بيتزحلق كانك بالظبط حد كده كان لابس جويشه ومحشوره، وانت قلت ايه؟ اي حاجه صابون وعمال تسلك فيه نفس الفكره. هو متحوط بالمبرين وجواه ميه، الفور ووتر ده من عضله اليوتراين كونتراكشن ترانسميتر، فيقوم نازل فتح السيرفس فتح السيرفس فتح السيرفس لحد ما يوصل. فبالنسبه لي الميوتك فلويد حاجه من الحاجات اللي بضغطها بيساعد ان انا عندي الفايكال دايليتيشن، وبالتالي اكمل بالولد عادي. والوظيفه الثانيه يا عم الوش صح صح، حته بقى وبستثمر على ابوك الميوتك فلويد. احنا بنعرف ازاي؟ يعني انا بالنسبه لي كدكتور انا لازم ابقى قاعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، جت لي واحده قالت لي يا دكتور نزل عليها ميه، او قالت لي والله يا دكتور انا حاسه ان بطني كبرت زياده عن اللزوم، فانا قدامي اوبشن من الاثنين، يا اما الميه قليله يا اما الميه كتير. اعرف منين؟ اعمل لها ايه؟ سونار. اعمل ايه؟ سونار. القاعده دي بتعمل صلاه مش انا مستعجل، هي بتعمل صلاه ونص. سونار. عامل صنار، عامل صنار، او ده تعمل صنار. وبعدين لو انت دماغك شغاله بروفيشنال، شفت بقى 500 600 حاله، وده مره بامانه ولا 500 600 حاله ولا تاني، اول 10 15 حاله هتعرف بعد كده تقول اه على فكره الميه بتاعتك قليله والميه بتاعتك كتير. طيب افرض بقى انا وانت بينا فاريشن وبين جهاز السونار نفسه فاريشن، في سونار كتر خيرك ان شايف انك شايف ان فيه، كتر خيرك ان شايف انك في راحه، مش هقول لك عين وميه، وفي سنار تاني لا نظيف بين الميه وبين الاورجانز والتاني. قال لك والله احنا عملنا حاجه اسمها ايه اف ار امنيوتك فلويد اندكس. ايه بقى حوار الامنيوتك فلويد اندكس؟ ركز معايا ركز معايا. بص طلع على النبي، تمسك اليوتراس بتاع السته خلاص، ده العين اهو، تمسك اليوتراس بتاع السته بس اربع فتت، تقسم اليوتراس الى فور كوادرنت، كوادرنت واحد اثنين ثلاثه اربعه، وبعدين اقيس الفلويد بوكيت يعني الميه اللي متجمعه مع بعضها كل كوادرنت، كل كوادرنت هيختلف عن التاني. ليه؟ اصل هنا مثلا الراس هنا هي مفيش حته فاضيه من دي، هنا لا الجنب ده كله كان فاضي كل ده فلويد بوكيت، هنا لا الرجل دي جايه شويه ده فلويد بوكيت،
هنا لا الحته دي عامله شويه. اقيس اللارجست فلويد بوكيت في كل كوارتر تاني، تقسم الميتر 7 كده كل ربع، اشوف اكتر حته فيها كوليكشن للميه، حته سودا كده كبيره اكبر حته، واقوم قايس كده، واقوم جاي هنا وقايس، واقوم هنا وقايس، واقوم هنا وقايس. السونار لوحده في بروجراند هو اصلا بتلاقي كده اكس بتتك على اولها واخرها، تقوم مطلع لك رقم يقول لك والله اللي انت قايسها لي كلها عباره عن مثلا 7 سم، ودي عباره عن 3 سم، ودي عباره عن 1 سم، ودي عباره عن 2 سم. تاني بقسم اليوترس الى كلها الابدومين الاربعه كوادر، وقيس اللارجست فلويد بوكيت في كل كوادر واجمعهم. قال لك اكتب لي بقى النورمال فاليو دي عشان احتاجها دلوقتي. قال لك النورمال من 10 ل 20، يعني الطبيعي ان انا اجمع الاربعه كوادرنت مع بعض يطلع لي كام؟ من 10 ل 20. طيب لو طلع اقل من 5 ده كده اوليجو هيدرامل ميه قريبه، لو طلع اكتر من 25 ده بولي هيدرامل ميه كتير. تاني كلام سهل صح؟ سهل ولا صعب؟ سهل بمنتهى البساطه. ايه الاميليتيك فلويد اندكس؟ ده انا بقسم الاوترس الابدومن لاربعه كوادرنت، وبعدين بقيس اللارجست فلويد بوكيت في كل كوادرنت، وبعدين اجمعهم على بعض. الصم بتاعهم ده اسمه ايه؟ اه اميليتيك فلويد اندكس. النورمال من 10 ل 20، اقل من 5 اوليجو هيدرامل، اكتر من 25 بولي هيدرامل. طب عايز تشوف صوره حلوه؟ بص على الصوره اللي بعدها، بص على الصوره، بص على الصوره الصفحه اللي بعدها كده، هتلاقي الصوره اللي تحت خالص دي. بص ايه اللي موجود فيها؟ ده اليوترس اهو، وادي فلويد بوك، وهتلاقي الارقام الصغننه اللي تحت كده قايل لك ايه؟ والله عندي فلويد بوك 7 سم، فلويد بوك الثاني 3 سم، المجموع ما اعرفش 17 2 كده نور. حد فاهم قصدي؟ سنتيمتر سنتيمتر سنتيمتر، ما دي سم بقى دي 2 سم دي 3 سم دي 5 سم دي. كلام صعب. اللي عنده مشكله في اي حاجه يقول اي حاجه، قولي جوه الميه قليله، قولي جوه الجرامز يعني ميه قليله، قولي الجرامز ميه. انا بقى لو انا فاهم البيز ده بص حالا هتجري بقى، هتلاقي الكلام اللي جاي جاي. خليني اقول لك ايه، والله لو واحد عنده مشكله في الكليه او مشكله في اليورينيشن هيجي قولي جوه الجرامز. ما انت عارف ليه؟ لان مين منكم بروديوسر؟ بالظبط نفس الكلام. خلاص ان شاء الله صلى على النبي. يبقى موضوع بسط الاساس كمل اللي بعده. صلى على النبي. هاخد مثال للموضوعات اللي انا كتبتها دي. طبعا ظهرني على الملعب ده مستعلى البنك اللي جنبنا الملعب مش فاكرها عشان نسيت الورق اللي انا فاكرها. خمسة عام لما خمسة عام لما انا راجع بعد اسبوع اكتر من اسبوع امبارح او كده بعد اسبوع عشان صلي بينا. لا صلي بينا على النبي. لا صلي بكناه والله بكناه ورا شيء بكناه بكناه. ايوه الكرسي اكيد سبع احصان ومكيفه كنت قاعد بعيد ومكسوف حاسس ان الرجاله ورا بدانا ولا الدنيا كويسه. طب صلي على النبي. اتكلم بقى على اول موضوع تافه بسيط مهم، وزي ما قلت لك انا عندي حصه ان شاء الله ان شاء الله يا اما في اخر الاسبوع ده لو خلصنا، ما خلصناش اول الاسبوع اللي جاي هاخد اول اسك من الاسك. فانا عندي في الاسك الاكزامينشن، باجي في الاكزامينشن حاجه من الحاجات اللي انا هتسال عليها اقول لك هيدرامنوس واقول لك هيدرامنوس. فبالراحه بقى روم استشاره مهمه. روم اول حاجه خالص هتكلم على ايه؟ هتكلم على بولي هيدرامنوس. يعني ايه كلمه بولي هيدرامنوس ميه تي؟ وقبل ما اتكلم عن بولي هيدرامنوس الاول العنوان بتاعي اسمه ايه؟ اسمه ابنورماليتيز ان انيميك فلويد. انا عندي كام ابنورماليتيز فلويد كتير بالهبل انا بشوفه في الاثنين بس هما كتير. انا عايزك تكتب فوق ده اربعه معلش عشان اخدها بيت في واحد اللي احنا هناخده دلوقتي البوليهيدرام، اثنين اللي احنا هنيجي ناخده بعده البوليهيدرام، ثلاثه ان السيركل الممبرين بتاعها يفرقع. اكتبها برو بري ماتيور رابشر اوف ممبرين بي ار او ام. في اختصارات عندنا في النساء انت هترزعها هتمشي يعني هي اسمها بي ار او ام مش كده بري ماتيور رابشر اوف ممبرين. اربعه حاجه اسمها كوريو امينويدز يعني يحصل انفكشن جوه الاميوتيك فلويد. تاني قولي قولي جوه هناخدها بي ار او ام ممبرين يفرقع وكوريو امينايتس التهاب. وليه بقول الكلام ده؟ عشان خاطر غالبا السؤال لما بيجي بيقول لك شو اثنين قول ثلاثه قول اربعه كده انا عايز اقول ثلاثه سنين كده كده قولي جوه انا احفظها. طيب صلي على النبي. ابدا بقى واحده واحده. انا هتكلم على ايه دلوقتي؟ هنتكلم على انوي هيدرامز والام بتاع مش عايزك قاعد خدت ايه؟ خدت من بولي هيدرامز عايز بقى تتكلم على ايه؟ اه ميه كتير. طب قولي اثنين انفستيجيشن طب قول لي ثلاثة سنتر طب قول لي اثنين ساين مش عارف. لا
انا عايزك تطلع ان شاء الله فاهم وفي نفس الوقت الكلام اللي في دماغك. انا هتكلم على ايه؟ انا هتكلم على ست ايضا، هتكلم على الديفينيشن، هتكلم على الانستنس ايه اللي عمل البولي هيدرامز ده. بعد ما اخلص هتكلم على الكومبليكيشن والدايجنوزس والتريتمنت وخلص. كل الموضوع كله هيبقى البولي هيدرامز اقارنه بالبيئه بالبولي ده. خلصت، شكرا. ده الموضوع. يعني ايه كلمه بولي هيدرامز؟ ما يكفي اكتر من كام يعني؟ هو صحيح من كام؟ 10 10 حلو، من 1000 ونص. قال لك ده اكتر من اوكي. او الامنيوتيك فلويد اندكس اكتر من كام؟ 25. شكرا. انا لما اجي بعد كده يعني ايه كلمه بولي هيدرامز ميه كتير؟ يعني ايه؟ قال لك والله الامنيوتيك فلويد اكتر من 2000 او الامنيوتيك فلويد اندكس اكتر من. في تقسيمه بوست جرادويت، بوست اقسم بالله ما موجوده في الكتاب بتاع سته. يعني الكتاب سته اللي كانوا ماشيين دول مش موجوده فيه اصلا، اللي هي البرتكال بوك. ايه حوار هنا بقى؟ مزاح كلمه وجرد، وانا برضه هزاح كلمه وهجر مش هقعد اشرح فيها موال، ولكن افهمها لك بالراحه. قال لك تقسيمه ثانيه، بدل ما تجمع لو انت مش عارف تجمع واحده بقى مش عارف تجمع على الاربعه كوادرن، بيقول لك لو انا لقيت ان البرتكال بوك طوله واحد منهم طوله 8 سم يبقى اكيد الباقي هيبقى كتير. طالما لقيت واحد 8 انت عارف 8 ده يعني اكتر من الربع اللي انا كنت بقول لك عليه في النور. فطالما لقيت واحد فيرتيكال بوك 8 يبقى غالبا ده فيه بولي هيدرامز. فقال لك بقيه التعريف او اللي يبقى فيه عندي الامنيت فلويد اندكس 25 او 2000 لما تيجي في الانفستيشن عشان اكمل التعريف. يعني هتلاقي اللي كده صفحه اللي بصفحه دي كده صفحه 4 الالترا ساوند اهو. بص بيقول لك او تلاقي ان فيه فيرتيكال بوك فلويد اكتر من 8 سم. انا عايز الثلاثه يكبروا عشان نتكلم عشان كده بالظبط، عشان كده بحب التاني اربعه، لان باربعه انا بجمع الاربعه. انما ده الفول سبيد بتاعه عادي على الرغم ان كل واحد كده فالجنب ده خالص. ارجع معايا تاني وهنلم تاني من الاول. ارجع معايا تاني، صل على النبي. فهمت؟ صل على النبي. ايه تعريف الامنيتي؟ ايه تعريف الامنيتي؟ الامنيتي شويه كتير اكتر من كام؟ 2000 او امنيتي فلويد اندكس اكتر من كام؟ طيب 2 الانسنس مكتوب عندك الانسنس كام؟ 1%. هل 1% ده رقم كبير ولا صغير؟ كبير. صل على النبي. في المستشفى بتاعت مثلا تخصصك، احنا بيجي لنا في الاسبوع الواحد تقريبا 80 حاله، قول 100 حاله، متخيل ان في حاله في الاسبوع منهم بتطلع بولي هيدرامز؟ رقم كبير. جامعه ال 100 حاله دول بيخشوا في يوم، يعني في كل يوم حاله منهم بولي هيدرامز، ده رقم يعتبر كبير. عشان كده دورنا بقى وراه. عايز اعرف بقى، انا خلاص عرفت الديفينيشن، عرفت الانستنس، تعالى اكلمك عن الديفينيشن. ايه اللي عمل بولي هيدرامز؟ طالما انا قايل لك اصلا من الاول ان التركيب بتاعه جزء من العين وجزء من الام، فيبقى السبب جزء من العين وجزء من الام، نفس الفكره بالظبط. يعني هيبقى يا اما ماتيريال جزء يا اما ديتال جزء. ولكن الاشهر في البولي هيدرامنوس ايديوباسيك، انا ما اعرفش. الاشهر ان مره واحده الست ميه زادت ايه؟ والله ما اعرف، ربنا بقى يعلم. ايديوباسيك منها كده وخلاص. من 60 ل 65% من الاسباب تبقى ايديوباسيك، انا ما اعرفش. وايه واحد ينسى ايديوباسيك؟ تحتها اول واحد قول واحد ايديوباسيك، ده اول حاجه خالص. لسه بيهتموا قوي 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 بالترتيب. بيهتموا جدا بالترتيب، يعني لازم ابقى عارف لما يجي لي حاجه ليها ترتيب مهم، الحاجه المهمه اللي تتكتب الاول، ما تسرعش، مش ناقص غلط درجات احنا بنذاكر. يعني طالما ده بالنسبه لي هو اهم حاجه فده اول حاجه تتكتب. طيب اثنين، زي ما قلت لك في عندي ماتيريال كوز وفي عندي ديتال كوز. بالراحه بقى لان انا النهارده احرق تقريبا طول في النساء مصطلحات هترجم لما يطلع عيني، ومش عايزك اكتر من انك تترجم. انا مش عايزك تفهم النهارده يعني ايه سبتنجيشن وبيوتس. طب ابقى هرجع اعرف يعني ايه بالعربي، ولما هاخد موضوع الشرح انما افضل كل حاجه اشرح فيها تبقى بالنسبه لك بلد. صل على النبي. هتكلم على ايه دلوقتي؟ انا هتكلم على الماتيرنال كوز. الماتيرنال كوز سته والفيتال كوز سته، وانت مش حافظ السته. لو واحده في واحده واثنين مش عارف. ايه اللي يعني من الماتيرنال؟ ايه المشاكل اللي بتعمل الماتيرنال؟ قال لك بص صل على النبي، واللي هيقول يبقى برنس. صح. اول حاجه لو انا قلت لك الام اللي عندها دايابيتس، ليه الام اللي عندها دايابيتس عندها بولي هيدرامز؟ ويا كيلو. حلو بالظبط، صل على النبي. السكر بيعمل لنا مشكلتين. الاولانيه ان السكر كسكر بيعدي، ولما يعدي اوزموز يسحب ميه، فلما يسحب ميه ميه تزيد. اثنين، السكر بيعدي نفسه للعيل، فالعيل يبقى عنده هايبر جلايسيميا، فالانكرياس بتاعه يطلع انسولين، وانت ما تعرفش اصلا الانسولين غير هو انابوليك، فبيقعد يكبر يكبر يكبر، العيل بيبقى كبير، والام نفسها البلاسينتا بتاعتها بتبقى كبيره قد كده، وبالتالي الميه اللي طالعه هتبقى كتيره برضه. يبقى كل الموضوع بسبب السكر. زي الدايابيتس بالظبط،
رقم اخر واحده خالص عندك البرولاكتين، نفس الفكره. يعني حد عارف البرولاكتين ده بيعمل ايه بالظبط؟ على اخر الحمل البرولاكتين ده بيزيد، ولما البرولاكتين بيزيد نفس الفكره بالظبط بيروح للانتي فلو، وهو بالنسبه لي بيشتغل كاوزموتو بريشر يسحب ميه. فلما اهو لو انا اقول لك كده انا عندي كومبارتمنت ايه وكومبارتمنت بي، الميه هتروح من دي عشان اللي فيه الصوره الصباح. فانا عندي اتنين مع بعض احفظ ست حاجات، اتنين مع بعض الدايابيتس و ايه ديابيتس والبلاكتين، صح الدايابيتس والبلاكتين مع بعض. خد الاثنين اللي بعدهم، نعم البلاكتين والفكره هيطلع من الجزء الاصلي من دول يطلع ده هو نفسه تقيل كمولكيولا ويت فبسحب ميه زي السكر بالظبط. افرض اصلا الست مورمه بسبب ايه؟ نسبه غنيه عندها هيباتيك ايديما، عندها كاردياك ايديما كونجست بارت فيلر، عندها رينال ايديما، عندها نيوتريشنال ايديما، اي سبب من الحاجات اللي الست هتورم وتملى ميه. طب ده ميه، انت فاهم قصدي؟ يعني انت بالنسبه لك كل الستات اللي عندها كونجست بارت فيلر لما هتحمل هتحكي لك انا هاخد الكلام ده في الخط، هقول لك الرب مين ينفع يحمل مين اللي ما يحملش، مين اللي لو حمل بالنسبه لي بقوم اخد كده ريبورت ابعته للقصر اقول دي لو حملت هتموت فاسقط العيل ده. هنتكلم عن كلامنا التفصيل، ولكن اي حاجه هتورم الست كل حاجه هتزيد. انت عارف لو واحده خدت حقنه بالغلط وعملت لها حساسيه لو فضلت وما خدتش بالها وما تعالجتش مجرد انها بتعمل لها سمرت الميه فعلا زادت بسرعه شويه. فعشان كده اي حاجه هتعمل سيفير اديما جنرالايز اديما زي ايه؟ تكون انت بقى بتوع البطنه هيباتك صح، رينال صح، انجينيريتك صح، ممكن يحصل لها عن طريق نيوتريشنال صح، او السيفرس دايما كان بيقول لك كده. السيفرس ده عقاب ربنا بيجي في الام وبيجي في العيل. السيفرس بيعمل للعيل هيباتك سيروز، والسيروزس يعمل اسايتس، والاسايتس يطلع ميه كتير. لقط تاني، الام لو عندها سيفرس العيل بيحصل له هيباتك سيروز، والسيروزس بيعمل سيفرس استس هتلاقي بطنه يبقى والميه اللي تطلع كتير، وهو كمان بيحصل له بره بولي هيدرام. دول اتنين واتنين صلى على النبي. اول اتنين قلنا عباره عن ايه؟ دايابيتس واحد. طب سالتك واتكلمت معاك ده عرفت ترد ليه الدايابيتس؟ طب ليه البرولاكتين هيسحب ميه؟ طب انا عندي اتنين كمان اللي هم القديمة سيفير جنرالايز قديمة. قلت قديمة بس غلط لان الحمل لوحده بيورم، مفيش ست حامل غير لما تبقى كده ورم. ده بالنسبه لنا حاجه اسمها جستيشن قديم، ده طبيعي ان اي ست تبقى كده ورم مفيش حاجه. سيفير جنرالايز قديمة، فاكر لما كنت بقول لك قديمة بقول لك جديد واحد جديد اثنين ثلاثه اربعه انا زرقه وكان كل حاجه تورم، انا معايا معاك كل حاجه ورم معايا بالمره دي. اول صفر خد بقى اثنين كمان انكونجيتا بالمو راح صلى على النبي. حد فاكر السي سي كان بيبدا بدايته ازاي؟ بيطلع من ايه؟ من فوق صح؟ من فوق خالص بيبدا يحصل له اصلا من اول ترانسفيديشن من فوق. العيال اللي عندها انيم كده اللي مش عندها بوست مش عندها راس ايه اللي هيحصل؟ السيركيليشن يا باشا بتاعت السي اس كده شغاله وعماله تدلدقي فين؟ تدلدق في الاوتيك فلو فين؟ فالكونجيتا ان هم العيال اللي عندها انيم كده اللي مش عندها راس دي بالنسبه لها هتلاقي عندها بولي هيدروم، ودي حاجه من الحاجات اللي بتشخصها. يعني انا عندي بعد كده هكلمك اقول لك ايه؟ اقول لك ايه الحاجات اللي بتشخص جزء كده سيمفيتولوجي صغير في الاخر. ازاي اشخص اني كده تقول لي والله حاجه من الحاجات اللي بتشخصها بيها من العين اللي بتبقى موجوده عندها كتير. طيب صلى على النبي. مش انا قلت لك انها عباره عن سيركيوليشن سيمباشن. اربع حاجات يا عم حسين يعملوا لي شكرا حسين. صلى على النبي. انا عارف ان السيركيوليشن ماشي ازاي. دي ايه؟ انا العيل اهو. انا مش عارف حاجه بس انا البيت. السيركيوليشن ماشي ازاي كده؟ انا عايز ابني الميتك في الحته دي اول حاجه اعملها يورينيشن، وبعد ما اعمل يورينيشن الدنيا تتملى ميه، وبعدين اقوم اعمل لها سورم، وبعدين تنزل تاني اعمل يورينيشن وهكذا. دي الاكتف سيكيشن بتاعتي انا. افرض ان الواد عنده مشكله هنا ده عنده اوسوجيه اكريسي عندي بس عندي مشكله ان هو ان دي مش شغال مش عارف يعمل سورم، عندي اوسوجيه اكريسي بيجي لا اكريسي عندي اوسوجيه تقريبا مش عارف ان انا اعمل سورم. ايه اللي هيحصل؟ شغال بيطلع ما بيرحمش. ازاي البلاسينتا شغاله بياخد وبيسحب وبيطلع ولكن الميه بتتملى بس مش عارف يرجع السيركيوليشن، لان في جزء من السيركيوليشن دايما هيفقد جوه جسمه وهو بيسحبها وهو بينزلها فمفيش اصلا الجزء ده. فعندي كونجنتا انورمال دي مهمه جدا جدا جدا. او لو كان الواد ده نفسه عنده ماسكولوسكيليتال ديس اوردر، يعني الواد ده نفسه عنده مشكله بالامبير سورو، عنده مشكله ان هو الصوت بتاعه ما بيتحركش مش عارف يعمل بسهولة للجسم، انت فاهم؟ فاكر الكلام بتاع بطنه؟ خط اليوم؟ ماشي، انا عندي حاجتين يا اما هي فانكشنال يا اما اورجانيك، يعني يا اما مشكله ان انا مش عارف اشرب، انا مش عارف اشرب عشان اصلا البق محروق، الحته دي محروقه، الصوت ده محروق،
الحيوانيه مش عارف اشرب لان مش عندي اصلا فورم ريفلكس نيرون اصلا نيرون قوي اصلا. ففي كلا الحالتين ايه اللي هيحصل له؟ هيحصل عندي بولي هيدرامس. ايه البولي هيدرامس؟ ميه اكتر من الحالتين او اميليت فلويد انكس اكتر من 25. اثنين الانسنس قد ايه؟ واحد ثلاثه. تعرف تقول لي الاسباب؟ اديو بس القشر وبعدين مين وبعدين الماتيرن الماتيرنال ست حاجات بتعرف تقولهم؟ واحد سايريز اثنين بقول لك ثلاثه اربعه جنرالايز دي بقول له اثنين نيوتريشنال وليفر خمسه. لو عنده كونجنتال انومالي زي الانين كبر انت لو قلت له كلمه كونجنتال انومالي وسكت غلط انت عارف ليه؟ لان حالا اهو هقول لك الاوليجو هيدرامنوس العيال اللي عندها كونجنتال انومالي زي مين الاجينيسيس ما فيش عندها كليه هيبقى عندها اوليجو هيدرامنوس ما مش بتعمل كبير ما فيش اصلا يورينيشن ما فيش ميه. فما اقولش كونجنتال انومالي واجري لا كونجنتال انومالي اللي هي زي كذا. واخيرا لو هو عنده ماسكولا ديسوردر مش هيعرف يعمل بسهوله. طب العيل بقى هل ممكن العيل هو المسؤول؟ اه طبعا اشهرهم الحاجات الظريفه جدا 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 في التوائم. صلى على النبي. انت قدامك اوبشنين كده شفت التوائم. عمرك شفت التوائم اللي بيبقى واد صغير وكوب كبير وعمرك في توائم عدى عليك الواد ده قبل كده؟ ده بيحصل ازاي؟ بص وبص توائم الاثنين دول بنفس البلاسيتا اهو. بس المشكله فين بقى؟ بص يا سيدي ادي عين اهو وادي عين. المشكله في ايه؟ بيتكون تيجي كونكشن في البصمه الكونكشن في البلازما. بتعمل ايه؟ يبقى عندي واد صغير الواد ده دونر عمال يتمشى الدم الدم بيروح منه للواد التاني. فالواد الدونر ده هو بتلاقيه صغير وانيميك والميه حواليه قليله لان الميه اصلا الدم اللي رايح له باين كل حاجه قليله الميه قليله. على عكس الواد التاني الواد ده دونر كذيب الواد ده هو باغي تلاقيه كبير وتلاقي ميه حواليه بالهبل. وعلى فكره ساعات بيموت من كونجستيف هارت فيلير من كتر ما فيه ميه. السندروم دي هناخدها اسمها تي 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 اس تحس ان هو اسم سليمان توين تو توين ترانسفيوجن سندروم. ان عيل بينقل للتاني توين تو توين ترانسفيوجن سندروم. ايام زمان دي كانت بتنور. حاليا الايرا بتاعت الفيروسكوب تسمع حاجه اسمها فيروسكوب تخش بالكروب من بره وست حامل اخش عادي. في دكتوره في اسمها تشوف اسمها يوم شنب من احسن الناس اللي بتعمل حاجه بتعمل حاجه اسمها ليزر كوجيليشن تخش بالفيروسكوب وست حامل تلحق الكونكشن ده ايه والحمل يكمل عادي خالص. ايه حوار ايه بقى بقول الكلام ده؟ عشان خاطر في النقطه دي تفكير مين فيهم اللي هيبقى عنده بولي هيدرامس؟ في اثنين في اثنين شو هتحطني في التجربه دي؟ في اثنين مين فيهم اللي عنده بولي هيدرامس؟ الريسيبيانت ولا الدون؟ فانا لما اجي اقول له نقطه دي تفكير بين قوسين كده تونس 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 صح ده النقطه دي تفكير بين قوسين ماشي يعني علم معاك صح علم معايا الوقت كده الوقت بس حلو حلو. اتكلمنا عن الكونجيتال انومالي هناك ويومو ماسكولار الكونجيتال بلاسينتا الماسكولار ليفر سيروسس اللي طلع عنك طلع عنك طلع عنك دول بتاعت اللي احنا قلناهم خلاص قلنا معايا لو كان عنده قول معايا. العيل لو عنده ايه الكونجيتال انومالي او اني كيفالي لو عنده حلو حلو جميل زي الفل زي الفل. طيب الام بقى لسه في اثنين لسه في اثنين فوق في الام. احنا قلنا في اثنين كده هنحطهم فوق مكان ده حلو. في عندي حاجه اسمها بلاسينتال كورنجيوم علمني عليه علمني على كلمه بلاسينتال فوق الام. لا لا صح لا صح في الام بلاسينتال كورنجيوم علمني عليه. ايه بلاسينتال كورنجيوم دي؟ كده اشهر ورم بيجي في البلاسينتا ده بيبقى عباره عن ايه؟ الفاسكولار كونكشن كلها بتورم. ولما تورم ايه اللي يحصل؟ كل حاجه طلعت فيه. وبالتالي يحصل؟ بولي هيدرامنس. صح كده؟ صلى على النبي. صلى على النبي. تعرف ايه اللي بيكبر البلاسينتا؟ ايه اللي ممكن يعمل انكريز البلاسينتا بسايز بس؟ بيكبر؟ الورم. دايبيتس. الار اتش ايزومنايزيشن فاكره؟ اللي جت الام ار اتش. العيد بيعدي هنا هنا يعمل انجل انتي بودي اكشن اللي هو اسمه بيتا هايدروز. ايه اللي يحصل؟ بيحصل انجل انتي بودي اكشن كل حاجه بتورم انكلودنج العيد فالبلاسينتا هي كمان. قسم معايا صلى على النبي. كنا في الماتيرنال نقسمهم اثنين. خد بقى معايا الاثنين. اول واحده الدايابيتس مع البرولاكتين تحت خالص. اثنين البلاسينتا الكولانجيوما مع الهيك اللي هي الاي بي فيستولا. فاكر الاي بي فيستولا اللي كانت بتيجي في الكليه وفي كل حاجه اي بي فيستولا شنط بتفتح الاثنين وبالتالي الدم هيبقى الاثنين مع بعض. البلاسينتا الكولانجيوما مع الايبيفيستولا
خد معاك كمان السيفلس والسيفير جنراليز دي. دول ايه؟ دول بالنسبه لي هتقوم على جنب ما ترمي. تعنزلي تحت في البيت. في البيت عندي ايه؟ عندي اول حاجه المنطقه الجاستيشن دي لوحدها، خدها دي لوحدها، خد حاجتين مع بعض، خد لي الليفر سيروزس مع الكونجنتال هارت فيلير والكونجنتال انومالي ما كده كله ما يزعلش. خد السيروزس مع البلاسينتال ماس لوحده. ايه اللي يزود البلاسينتال ماس؟ قلنا ايه؟ قول معايا الدايابيتس صح، الار اتش صح، السيفير انيمي، الانفكشن، وده لو غير الانفكشن زي السايكو وغير الفيروس. حلو قوي. الثلاثه الباقيين اي حاجه تحصل معايا، الواد لو عنده كونجستيفر كيل، الواد نفسه اللي عنده كونجستيفر كيل، الواد نفسه اللي عنده كونجيتال انومال زي بتاعه الانيم كيفن، او لو كان عنده اتريسيا صعب صعب، حد عنده مشكله في اي حاجه بجد. البلاسينتا نفسها اهي بيحصل فيها اضمن الكونكشن، بتوصل نفسها فبتنقل الدم زياده زياده زياده، حاجه اسمها هايبر دايناميك سيركيوليشن. صعب الديبيتي اس دي انا بس مش فاهم ليه بيحصل. يعني ابنورمال كونكشن، هو بيحصل ابنورمال كونكشن. المفروض ان انا لو عندي بلاسينتا واحده كل واحد يبقى لوحده، حتى لو بلاسينتا واحده كل كورد بياخد لوحده، بيحصل ابنورمال كونكشن في الفصل، فيقوم واحد ويقول لك كده ديفرنشال فلو، يعني عادي يحب يدي للثاني، في ضغط بيحب يرمي للثاني. تعين من كل الدم رايح هناك، طالما كل الدم راح هناك يبقى كل الغذاء هيروح هناك، يبقى في واحد هيبقى ميه قليله بيسحبوا من بعض، واحد ميه قليله واحد ميه كتير، واحد اكل قليل واحد اكل. فاهم؟ فهمت ولا فهمتش؟ فهمتش قوي. تاني بس انت واحده وده اثنين كورد اهو. بيحصل هنا اهو، مش انا عندي، انا كده هتكلم من الامريكان كورد اهو، اثنين ارتي واحد فين. يعني ده اثنين ارتي واحد وده اثنين ارتي واحد. ده واحد فين وده واحد فين. بيحصل اظن كونكشن بين الاثنين. الواحد ياخد الثاني. فواحد صغير والثاني هو اللي بيكبر على اساس الاولاني. هما الاثنين جايين من نفس البلاسينتا. فالدم واحد ولكن واحد خد اكل من الثاني. فودي قصير ودي حسين. عايز أربعة مدرنا الكوز كبولة الجنة في واحد. الاسايتس ده كده كده الانيميشن يزيد، وهو فوق كل الميه هتزيد، هيورم كل الميه الموجوده هتزيد، فيزيد حوالين الوجه. طيب سؤال عدي الكومبليكيشن دلوقتي، اخر حاجه هتقولها كومبليكيشن. صلى على النبي. في كده مشكله في الست ماشيه اهي، ايه اللي حصل لها؟ ميه بينهدى تزيد حوالين. ايه المشكله؟ بص الست موجوده هيجي لها هتجيلك بالظبط بالظبط نفس البيكتشر بتاعت العينه اللي كانت بتجيلها في الكونجكت بارت فيلر. بتاعت الكونجكت بارت فيلر بس. ديزني رهيب. ليه؟ بيطلعوا ميه من هبل. ده انا بقول لك اكتر من حته. تعالى يعني انتوا جربوا. هو 2 ونص مللي ده يعني ازازتين ونص ازازتين و2 لتر. واحده نص لتر تمام. الحساب بقى اللهم بارك 4 لتر 5 لتر. طب قوم انت حط كده الازازه الكبيره دي وتطلع على بطنك وتبقى مش هتعرف تعمل اي حاجه خالص. مش هتقدر تعمل اي حاجه خالص. وينسك حط اكتب جواب سيمبل ميه في كل حته. يعني ايه بقى ميه في كل حته؟ املى كل حته ميه. ازاي؟ ايه هتجيلك بديزني او بريتابيلتي ومش قادر تاخد نفسها؟ امسك بقى واحده واحده. اول حاجه خالص تيجي تقول لك يا دكتور مش قادر اخد نفسي. انزل تحت شويه تقول لك يا دكتور انا حاسه والله الابدومنا بين رهيب وابدومنا النجمه وبطن كبرت. تنزل تحت شويه تقول لك والله يا دكتور انا حاسه ان في عندي لور بين ايدين ورجليا كلها ورمت من اولها لاخرها. انا ماسك الورم اهو من فوق لتحت كده. كل ده الدنيا دي ورمت بسبب ايه؟ ميه بالهبل. تكتب لي في السيمبتوم زي كده ميه كتير وامسكها لي من تحت لفوق من فوق لتحت. اكسسيف بريشر سيمبتوم زي الديزنيا فريكونت ميكيوريشن اديما للور هند بروجريسيف ابدومينال انلارجمنت. كل ده عمال يتبقى. هتلاقي دايما وانا بقسم بقول لك ارمي ليه؟ ده مقسوم على ايه؟ ايرل ده قبل 20 اسبوع وايرل ده بعد 20 اسبوع. بعود نفسك دايما ان ايرل ده هيبقى اوحش من دول. ايرل ده قذر. الاول ده بيبقى قلبت من القذر. بس انت بتصحى الصبح حرفيا بتلاقي نفسك اقول ليه؟ لان ايرل ده كله بسرعه 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 هي الفتره الاكتف بالنسبه لي. انما اللي ده معانا على الله. يعني انت عارف لو مثلا واحده كرونيك كل هيدرنس ولا في دماغك. انت عارف يعني ايه كرونيك هيدرنس؟ يعني انت كل مره بتقيس الامين الكلوي بتلاقيها عادي. بس هي متعايشه مع الموضوع. هي متعايشه خلاص. هي جسمها نفسه خد على وضعي في ميه كتير فعلا مش مشكله. انا عارف ان في ميه كتيره وهفضل استنى ان الواد ده يبقى كويس وكل حاجه.
انما الاكيوت دي بترعب واحده كده مثلا 18 اسبوع مره واحده هيبقى ضنا بتاعك خايف خايف من 500000 حاجه. تاني السيمتوم عارف ازاي في الكيس هيقول لك كده انا عندي ميت ديشن هي ايه لازم اركز حامل في كام اسبوع عشان اعرف انا اكيد ولا كرون فضايا حامل 18 اسبوع هي ايه بروجريسيف ديزني مش قادر خالص حلو افكر حاجه من الاثنين دلوقتي يا اما حاله كاردياك اللي هناخدها يا اما انا بتكلم في ايه ان في ميه كتير ده بيقول لي يقول لك والله مره واحده يجي لي تقول لي انا عندي فيكونس اوف ديوريشن وكل شويه انا عندي لور ابدون البين وعندي لور لين بالبين وعندي هو كده من بين افكر ان السن بتاعي اكون اداله شويه بتاعي لو هي كرونيك يعني لو متاخره هتبقى الموضوع بالنسبه لك عادي ماشي. طيب الساينز بقى انا 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 بتاعي هي دخلت عليا في ايه انا بالنسبه لي الساينز عباره عن جنرال وابدومينال ولوكال يوم واحدين سبق يوم واحدين سبق خلاص نفس كلام البطن ما ينفعش ساينز اقول داخل 20 في النص انا اللي بيجيلي في النسبه الوكال طبعا الوكال ده بتاعي بتاع النسب انما جنرال وابدومينال ده اساسي الست جات لي منك وهي بتفتح الباب وداخل عليك العيال بص بقى مش قادر خالص وحضرتك جنرال مش عارفه تركز بيسنس وهي ارتبك ومش قادره تعمل اي حاجه خالص ده من الاول وهي داخل ده جنرال بالنسبه لي انا لوكال اخلص منها بالمره لوكال يقول لك انت في فحص بقى فحص مثلا من لها اكزامينشن للبطن من بره بتلاقي حاجه اسمها جوه الفجينه بوجي فورميس يعني ايه بص انا عندي ايدي فجينه هنا وايد كده السيرفكس نايم عليها هنا اهو وبعدين ادي اليوترس ده الوضع التشريحي الصح يعني اليوترس نايم قدام كده حاجه اسمها ايه البوزيشن اللي نتكلم عنه ده الفجينه اهي وده السيرفكس داخل فيه وده اليوترس الحته ده اهي البوجي ده اهو البوجي ده اهو اسمهم فورميس فورنكس يعني مخده الجيب ده لازمته ايه استنى تحوش بيه انت خالص تفضل قاعد عليه يوم حبه يعدوا كل حاجه وخلاص ويحاولوا يعملوا وفي يوم كامل فورنكس ده تحوش بالبرنامج تيجي انت تفحص بقى الست المورمه ما هي كل حاجه مورمه كل حاجه من فوق تحت مورمه تلاقي الفورنكس بتاعك مربوط مليان ينفخ كده قدامك طالع لك كده عارف انت لما تبقى متحط عندك حاجه قديمه بس مورمه تلاقي صبعك كده مثلا في انفكشن ولا حاجه وتلاقي احمر وباظ كده طالع كده كله قدامك في ايدي بنفس المنظر كده بالظبط بوجي فورميس قول لي السيمبتومز بتاعت الكولين ترابلز ماي زي ده السيمبتومز بين موجود في الابدون لور ابدون البين طب تعرف الساينز لو قلت لك ساينز ايه ابدون لوك اللوك هو في ايه بوجي فورنيس يعني الفورنيس بتاعت البوجينا من الفخذ. طب الابدون هبدا فيها واحده واحده الجنرال الاول اللي خلص منها كمان بالمره هلاقي ايه الانزايتي مش قادر اقول تعالى نتكلم عن الابدون يعني ايه انت تعرف تقول شنو انا بقول والله الست نايمه قدامنا اهي وانت رفعت ضغطها بطنها كلها من اولها لاخرها من الفخذ ابص عليها اي ابدون الاكزامينشن بنعمل ايه؟ انسبكشن فاليديشن فاليديشن اوسكارتيشن واحده واحده اول حاجه هلاقي ايه مميز بالانسبكشن انسبكشن فالفيشن بركشن اوسكارتيشن اولا هلاقي بروجريسيف ابدومينال انلارجمنت بطنها رهيب والاقي ان الكلب بتاعها جسمه يلمع من كتر ما هو مشدود ويلمع وساعات اشوف دايليتد بين زيها زي العينين بتوع العصايه في الاوراق بتوع ايام زمان نفس الفكره بالظبط تلاقي بطنها كبيره خالص في نفس الوقت بتاع كده لامع وبتبص كده دايليتد باينه من كتر ما انت عامل ستريتش للسكن حد فاهم؟ طيب ده بالانسبكشن طب بين بالفيشن لقيت عليا عشان الوقت هقول لك مصطلح لسه هتسمعه طول ان احنا مش شايفين لسه صلى على النبي بيقول لك ان الحاله دي الفانزر ليفل از اباف اوبريتيف انيوي يعني ايه صلى على النبي ايام زمان ده احنا معانا كتير من الجيل ايام زمان كانوا بيقيسوا حجم الفيكرس ازاي في البطاقه يقول لك والله الفيكرس ده كان حجم البطاقه الصغيره بس تقريبا حامل في الشهر الثاني انما البطاقه الكبيره والله ما خالص بعد كده الموضوع اتطور عكس قال لك ايه؟ قال لك بص انا عندي الحاجه المهمه اللي انا ممكن اللاند مارك ده افحص فيها هي الفندر ليفل يعني ايه؟ الفندس اللي ادي اليوترس اهو اليوترس حته زي كده وهي تستندد تلاقيها بتعلى تحط ايدي عليها اعرف بلاقي الفندس ده فين فاعرف هو ازاي بثلاثه لاند مارك يقول لك كده لو انا ببص على الفندس لقيت تحت عند السيف اوف بيوبس في حاجه 12 اسبوع ولو لقيت الفندس ده بحس كده لقيتها خبطت عند الامريكاس 24 اسبوع ولو لقيتها فوق خالص عند الزيف سترنم 36 اسبوع يعني العيل اهو وبطنه هو بطنه انا بحس كده بحس بايدي لقيته واقف عن النار يبقى فيك 24 اسبوع عند الامريكا طب فوق هنا اهو 36 اسبوع طب تحت 12 اسبوع ده اسمه ايه؟ اسمه فندر ليفل بقيس الفندس واقف لحد فين والحاجات دي لاند مارك ثابته
تعالى جنب الجنب الثاني. انت جات لك واحده قالت لك يا دكتور انا اخر دوره جات لي يوم 15/10 مثلا، خلاص حسبت بالارقام، عارف النهارده كام، النهارده مثلا 10/10 قمت جاي السنه اللي قبلها اي حاجه طرحت قوم طلع لي رقم. فانا قلت والله يا جماعه انت حامل الديت بالارقام 24 اسبوع. طبيعي اي واحد فيهم ان الاثنين يبقوا ماشيين مع بعض، يعني انا بالديت هي حامل 24 اسبوع، ده ما حصل هي حامل كام؟ 24 اسبوع. السيدي دي بتبقى حامل في 24 اسبوع بالديت، انت بتتحصل بتلاقيها مثلا حامل في 28 اسبوع. ليه؟ اليوترس كبير زياده عن اللزوم. حد فاهم؟ اليوترس كبير مش بسبب الحمل، امال اليوترس كبير بسبب مين؟ اي حاجه هتزود الفضل ليفل بتاعي، هتزود حجم اليوترس، هتعمل الحركه دي. الستات اللي عندها ضيابيط، الستات اللي حامل في دوائر، مش بتشوف كده يقول لك شاهد امراه تحمل 6 اطفال، بتلاقي بطنها واخده كده واخده بقيه الشارع. اي حاجه من الحاجات اللي هتكبر الرحم جدا وهتكبر اليوترس جدا هتعمل الحركه دي. اقراها معايا كده، بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله يوترس تنزل وتنزل خلاص لارجر ذان ذا بيجي دوت امينوريه. انت يعني شنو لارجر ذان ذا بيجي دوت امينوريه؟ حد اللي مش فاهمها يقول لو هي تاني. مش فاهمها؟ بص صلى على النبي. كلمه بيجي دوت امينوريه يعني ايه؟ يعني الارقام. يعني ايه الارقام؟ يعني هي الست اخر دوره ليها جت امتى؟ قالت لي والله اخر دوره ليها جت لي الشهر اللي فات. مش الشهرين اللي فات. قمت رايحة من ثلاثة النهاردة بقول لها وليكن 24. هي دلوقتي حامل 24 اسبوع بالارقام، هي بتحسب لنفسها طالما اخر دورة جت لها كان مليون ده هي اكيد حامل مليون ده. على الجنب الثاني انا عندي ميجرز ممكن اعملها بالضيق اقيس بيه فانكس، لو لقيت واقف هنا عند تحت السيف ستيرنم يبقى حامل 12، الامريكا 24، السيف ستيرنم 36، فهي 24 اسبوع. المفروض الاقي فانكس فين عند الامريكا كده في النص، الاثنين زي بعض، لما اعملها احسب ايدي يبقى زي الارقام بالظبط. الست دي بقى مالها؟ في ميه كتير، كان بيترس كبير. فاجي ابص الاقي الفحص بتاعي اكبر من البيريو فاميلي اللي موجود عندها. ما فهمتش. لقيت والله قول ونص. ماشي. اتصلى على النبي. صعب. صعب. طيب. الواد ده احسه ولا ما احسوش كله؟ الحاجه برضه تحسها ولا ما احسهاش؟ ما احسهاش. ميه كتير. في ميه بالهبل. الواد ده لما اجي اسمع الفيتال هارت ساوند اسمعه حلو ولا ما اسمعهوش؟ بسمعوش. ده بتلاقيه فهمت جاي من اخر الدنيا. الواد محشور حشره في الجيب دي تكويب فوق معايا، الواد محشور حشره بتلاقي الدنيا مليانه ميه، مش عارف يسمع حاجه، مش عارف يسمع حاجه خالص. فيقول لك كده ان الفيتال بارت انا مش عارف احسها، والفيتال بارت انا مش عارف اسمعها خالص. فاكر كده كنت بتتكشن حاجه اسمها سكرين في البطنه، كنت بتعمل ايه؟ يعني ايه؟ تحط ايد من هنا وتعمل فكرنج، تحس ان راحت لك هناك نفس الفكر، ميه بقى بالهبل ايه هتطلق، اشتغل براحتك، تعمل كده تلاقي الجنب التاني عمال بينور معايا، صح؟ ده ايه؟ ده السيرز بتاعتي، اقرا معايا. بمنتهى البساطه بالنسبه لي سيمتوم، اكتب اللي هو من فوق لتحت، والله ما هتفتكر ان الكلام ده سيمتوم. املى ميه من فوق لتحت، افتكر بقى من فوق لتحت ده يعني ايه؟ يعني والله من الاول خالص ديزني او ديجستريك بين، فريكونت ديوريشن اللي هو الابدومين بين تحت خالص اللي هو البنجين. طب في الساين جنرال ابدومين لوكال، واوعى تنسى التقسيم جنرال. قال لك والله جنرال بمنتهى البساطه ان الساين مش قادر اخد البس ابدومينال انسبكشن بالبيشن بالكشن اوسكالتيشن. يعني ايه انسبكشن؟ ابص بعين هلاقي ايه في الانسبكشن؟ اوبر ديستنس اخبار الجلد ايه؟ في ليستنج في لايف بين في لايف بين في البلبيشن. اول حاجه اليوترس تنسو هارد، الفيتال بارت مش هتنسها. لايف بريزنتيشن وبات بوزيشن يعني ايه؟ الواد قلبه بيوجع، صلى على النبي لاقوه معايا الواد اهو. المفروض الواد ده ينزل كده كفايه بريزنتيشن. الواد ده فيه ميه بالهبل موجود. ملعب يا باشا عمال يطلع كده وينزل كده ويروح كده ولا بتمر الدنيا ولا اللي فيه. علشان كده يحصل مين برزنتيشن. يعني مين برزنتيشن؟ ما خدش الوضع الطبيعي اللي المفروض يحصل في البلاد اللي هو ايه؟ كفايه لازم براسه كده. المفروض يبقى لازم كده صوته قلت له براسه كده. ليه مش هينزل كده؟ ليه؟ ميه من هنا كل شويه كده كل شويه كده. مش حاجه عامله مش بالظبط. حلو. اخيرا الاوسكالتيشن الاقي كده الراب ساوند بالنسبه لي فين؟ وبالبركشن احس ايه؟ فلويد سريل. يعني فلويد سريل اخبط هنا احس هنا اخبط هنا احس هنا بالظبط. ايه بالظبط اللي بعده؟ ناخد بريك اهو ناخد بريك اهو قوم معايا خلاص اعمل انجستيشن ايه؟
انت هتكتب حاجه وهتنسب ثانيه وتكتبني والله هتنسب ثانيه اقول لك على حاجه يا اخي والله هتنسب ثانيه انا لما اقول لك الترا ساوند هتقوم انت ايه بص سيبك من الكلام ده اما انت تقول انك ساعه اكتر من 25 او لو عايز بتاعت البرتش هتبوك دي اكتر من 8 وخلاص هتنسب ثانيه مهمه ايه بقى ثانيه مهمه ان انا ممكن بالالترا ساوند اشوف الكمبيوتر تقليل يوصل اشوف لو اصلا الواد ده كان عنده ان كده اشوف اصلا لو الواد ده كان عنده استراتيجيه اكزيست فاهم قصدي؟ عارف فاهم قصدي؟ يبقى انا بالالترا ساوند بشوف حاجتين اه بعرف الكمبيوتر فلوس اكتر من كام وبعرف مش عارف اكتر من كام كل ده حاجه بس تمام خالص انا ببص عندي اصلا باخد الاول سيكشن كده وانا ماشي في الجو لحد ما نوصل بس دلوقتي ايه قافل ما بيعملش معايا ما بيفتحش معايا بيبان سكورنج اصلا بالسكور كويس دي. طيب الانفستيجيشن اوف تشويس اكتر اسهم مش في اي حاجه ان انت تقول اندكس من اكتر من كام؟ 25 لكل نفسه اكتر من كام؟ لو باخد فيفت كان اكتر من كام؟ نعالج ازاي؟ صلى على النبي صلى ايه؟ حلو جميل قال لك بص يا سيدي اكيوت فولي انجرامينوس التريتمنت بتاعه استرمينيشن اوف بريجنسي ريجاردلس اي حاجه ليه؟ قلت لك الاكيوت ده بالنسبه لي هو سبب الحمل انا ما اعرفش اي حاجه انا مره واحده الحمل لقيته وفر وعمال يكبر وهيعمل الام في المشاكل دي كلها فعلاج الاكيوت لا الاكيوت هفضل خلاص هولد بس انا الفكره كلها هولد ازاي ده السؤال وهولد امتى ده السؤال انما مش انا بقول لك ان 50% من الاكيوت دي بس انا لو لقيت مره واحده انا بفحص السؤال السكر تبعي معايا دي فكره بتوعي الحمل لان كده بعد كده لان دي كده انا بتوعي الحمل كل مره بتجيلي بقوم بص عليها واشوف الميه بتاعتها جات لي مره لقيت مره واحده الميه شبح زادت فانا الاوبشنز اللي قدامي ايه؟ لو هو كان اكيد قبل 20 اسبوع الحل بتاعي ان انا اعمل ترمينيشن اوف بريجنسي. طيب هولد ازاي؟ قال لك والله بص انا لو عايز اولد قدامي اوبشن من الاثنين يا اما هولد فاجينا يا اما هولد سيزيريا. ولكن في نقطه مهمه انا هولد فاجينا ازاي؟ اذا كانت مش هتخش في الولاده دلوقتي انا عايز اولدها بدري. ازاي بقى ادخل الست في الولاده بدري عن طريق اعمل حاجه اسمها ايه ار او ام. انت فاكر في ار او ام اختصار ليه؟ ايه ار او ام اختصار؟ ارتفيشال رابشر تيوب. بص بص كلاسي كمان انت عايز تخلق ولاده تقوم ده جايب سن سن الابره وتقوم حاطط في الغطا بتاعها وتقوم داخل خار من الممبرين. مجرد ان تدخل من الممبرين بيطلع بروستا جلاندنز بالهبل بتقوم شكل الفاير كونتراكشن. يعني حاجه من الحاجات اللي بعملها اندكشن ان انا اقوم خار من الممبرين. بعمل حاجه اسمها ارتفيشال رابشر تيوب. بس هو كاتب لك كلمه ثانيه جميله بيقول لك الارتفيشال عامل ازاي؟ هاي لينس يعني ايه كلمه هاي بقى؟ اللي بيقولها لينس يعني ايه بعمله هاي؟ بعمله هاي يعني فوق بقى بعمله فوق هاي يعني فوق بس ليه؟ صلى على النبي قاعده صافيه قاعده رايقه تحت البانيو بنيت البانيو ميه هبت معاك بعد ما فتحته تفضيه شلت البتاع ايه اللي بيحصل؟ صح مش بتلاقي نيجا البريشر كل يوم نت بلاش البانيو قال فوق قافل الحوض بايدك وفتح الحنفيه اتملى شوف كل حاجه دوامه ومتنزل نفس الفكره بالظبط العيل بينك تنشن معاك كيس نفس الفكره بالظبط هي بالهبل موجود مجرد ان انت تفتح الفتحه الصغيره دي هتلاقي كشف قطر اقطع اقسم بالله 5 6 متر يعني لو انا ست نايم هنا وانا واقف هنا هتلاقي ميه في وشك كده جش رهيب رهيب بسبب البرشر اللي موجود لو انا عملت لوك لو انا عامله تحت خالص بخاف ان البلاسينتا تتشد لانها انا كده كده تتشد معايا مره واحده وبخاف ان الكورد يطلع كود بيسبق يبقى تحت مش انا تحت ده لو ده لو انا كده عند الفاجينا الفاجينا اهي وانا تحت لو لو انا قطعت هنا كده هخاف ان الكود يسبق والكود لو سبق يعمل لي حاجه اسمها كورد كولابس بنتكلم عنها بالتفصيل ان خلاص الكود لو يسبق العين هيعمل له اسفكسيا هيخنقه لو الكود سبق ان هو لو ايدي كده الكود وسبق الواد هيحصل له اسفكسيا ومش هيكمل انما لو انا عملت هاي بعيد خالص الميه هتقعد تدلدق 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 وحتى لو طلع الكود مش هيعرف ينط حتى قصدي تاني فاجينا ايدي الفاجينا بالظبط فاكر الطفل اللي ينزل اول فاجينا ايه انا قدامي اوبشن من اثنين بقوم جايب اللي انا قلت لك عليها السرنجه العاديه دي بقوم جايب خارج هنا تحت كده يا اما اخرج من فوق لو انا خرجت من تحت المكان اللي اخرج منه غالبا الكورد هيروح لفوق اسرع حاجه بتتحرك الكورد بتتحرك اسرع من العين يا سلام بقى لو الكورد طويل هيعدي ويقوم سابق على طول طالع من الخرمه العين خلاص شكرا الولد اهو اضطر بقى في السلام من فوق انما لو انا فتحت من فوق حتى لو الكورد جرب هو العين اصلا اللي سابق تحت العين هيقوم نازل عادي خالص والكورد هيفضل متعلق فوق مش هيحصل له اي حاجه فده بس الكورد مفهومها بالتفصيل قدام بس انا عشان لما تيجي تقراها تبقى فاهم كلمه كورد يعني ايه حلو او اقول لك قيصري وريح دماغك
اكتب لي على اللي فوق اللي فوق دول هاي ارتفيشال رابشر او سيريال سيكشن هولد ازاي. طب اولد امتى؟ قال لك على حسب. صل على النبي. مش انا في حاجات من اللي انا قلتها دلوقتي دي ليسن ليسن يعني ايه؟ صح انكم بدا بالفايت المنطور بسيط خالص. انت دكتور لقيت ان العيل ده عنده مثلا وليكن اي كده من اي كده ده انكم بدا بالفايت اليوم زمان كنت بتسبر الازهر دلوقتي الازهر ليه ماضي عادي تبعت لهم الصدار واستشاري ماضي على الريبر يقول والله العيل اللي قدامي ده عباره عن اني كيفري وده انكم بدا بالفايت بيبعت لك بعدها يوم ولا اتنين فتوى ان عادي انك تعملها في البيت مش متسقط ما معكش لازم خلاص. ما انا معنى ان انا اخد القرار ما تاخدوش انت لوحدك لا تسوق حد من الكبار. طب اقول لهم والله الوضع 1 2 3 4 5 وبتاخد الفيرمو دي فرزقها كمان في الريبر عشان بعد كده ممكن دايما الميديكال كنتي انت اهم من اي حد. يعني احنا بنعمل ميديكال كنتي عشان خاطر نحن هتسمع الكلام ده وانت دلوقتي بتسمعه بايلات كده بس قدام كل حاجه هتتاخد عليك اسمك التذكره اللي انت بتمضي بيها في اي مستشفى ده ممكن هو يدمر كل حاجه انت عملتها في حياتك ومنتهى بسيطه فعلا ممكن وده هتحصل بالهبل مش حاجه وحشه بس ده هيحصل. انا بامن نفسي ازاي؟ ممكن بعد كل ده سيبك تقول لك بعد كده تسقطينا فعلا سقطت وانت مش معاك بقى اي ورقه ولا اي حاجه عشان كده اي حاجه هتعملها خاصه في الايميل ده ما ينفعش تفحص واحده غير اللي واحده ثانيه موجود ويكون الواحده دي مش قريبتك ما تروحش تفحص الحاله واللي جاي وهي اللي جايه معاها اختها ممكن بعد كده تتحرش بيك ما تعرفش تتكلم عليك ولا اي حاجه جيب نفس ما قاعده من بره تعالى نفس ما تفحص الحاله. كل حاجه من دي لازم 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 تاخد بالك منها واحنا ماشيين هتلاقي بقول لك كده انت داخل عمليه وليكن مثلا لو عملت عندها فايبرويد صغنن كده فايبروما صغنن وانا هشيل وانا داخل بمضي السبت وامه وجوزها وناقص امضي جيرانها ان لو حصل عندي مشكله هشيل اليوترس عشان خاطر ابقى حامي نفسي لو حصل مشكله من حصل مشكله هتشيل اليوترس. ولكن ممكن بعد كده يقول لك يا دكتور انت اللي خدت رحمك سرقت رحمك كده الاورجن الوحيد اللي ملوش معنى يعني الاورجن الوحيد اللي مفيش حاجه اسمها ترانسبلانتيشن نعمل بيه حاجه بقول لك هتعمله باظ وانت هتعمل ايه بالرحم بتاعك يقول لك هات لي بقى تعويض من سرقه الرحم بتاعي. حاجه من الحاجات دي نفس الفكره بالظبط. قال لك والله لو انا ليس الكوز يا عم موت بقى خلاص الجاردن اللي بيجسسش ليش امال بقى لو هوش حساب كوز ولا حاجه. قال لك والله دي حاجه من الدنيا لو العيل ما كانش مطلوب الدنيا لسه مش كويسه زقه سيبه ان هو يكمل معايا انما لو مطيور ولا ده على طول مش فاهم تاني لو كان ليسل ولا مش ليسل. ليسل يعني ايه مشكله هتبقى ولا تيرمينيشن اوف بريجننس الجاردن بيجسسش ليش. طب لو مش ليسل اسال نفسك حاجه من الاثنين لو كان العيل اما ماتيور ولا ماتيور. العيل مش ماتيور زقه شويه زقه شويه ان هو يبقى ماتيور حاول تديها شويه حاجات صغيرين. طب لو ماتيور لا ولد يلا ملوش لازمه ان هو يقعد جوه بطنه يبقى العلاج بتاعي عندي هاي سيزيريان هاي اي ار او ان والسيزيريان علمني عليهم ده ولد ازاي. تعالى تحت اف نزل لسه الفور لو فيت الانومالي ولد على طول لو مفيش لو اما ماتيور اكسبكتهم جبت الجنب كلمه اكسبكتهم سقها سقها يعني ايه اليوم جوه بطن مامته واسبوع في الحضانه فانا خلاص اي يوم ده في المين انا مش كويسه ومش عندها مشكله استنى شويه وانا كده كده هولد بس استنى شويه. طب لو انا عندي دي مشكله لا خلاص يلا يا باشا هات يلا حالا هولد. طب لو ماتيور انت بتفكر من كده ليه؟ انت بقى للسؤال التاني بتاعك صلي على النبي افرض كنت بقى جاي تتابع معاك يا دكتور انا المايه عندي زياده فعلا كل مره بقيس المايه بس هي متعايشه مع المايه الزياده قالت لك حلوه ولا ممكن تطلع صوت من البق وتبطس عادي انا فرحانه بيها حلوه على المايه زياده ميه زياده وبعدين اعمل ايه؟ قال لك بص الست دي بقى تاكل ترتاح تقش نفسك تهدى بس على فكره مش هتعرف تنام ولا البيزنس الثنائي ابتدى قلت لها يا عم مايه قلم ولا اي ست تنام ليه؟ عايزين اتنام ساعتين نام الست بقى نام كترها ونام. طيب هل في دواء ينفع دي؟ اه بس معايا عشان استرجع ذكريات وحشه الوقت اه بدي مين؟ بدي اندوميس اركب بقى صلى على النبي. طبعا هو الكتاب كاتب لك بوخ كلمه بس انا عايزك تفهم اللي انا هقوله صلى على النبي. لا ركز معايا ركز معايا ركز معايا ايه الاندوميس؟ ايه؟ الاندوميس ده انت مش فاهمه يعني انت مش فاهمه في ايه انت مش فاهمه ايه بتعرف الجزء ده؟ بص بص ده قريمه اه الحاجه اللي بتخليه مفتوحه البروستاتا تعمل جزء بقى تشوف انا لما هدي اندوميس انت بروستاتا جلاندن اقلل الجي اف ار ولما اقلل الجي اف ار اقلل اليورين ولما اقلل اليورين في نظره ورا مش عاجباني ارجع من تاني فلاش باك استنى انا ما قلتش حاجه صلي على النبي. انا بس دوت في اندوميس الاندوميس انت بروستاتا جلاندن
والبروستاجلاندين هي اللي بتخلي لي الرينال ارتري يبقى انا اديت انتي بروستاجلاندين فهيبقى فالجي اف ار هيقل فلما الجي اف ار يبقى اخبار اليورينيشن يقل اخبار الجي اف ار هيقل يبقى الميه اللي العيل هيطلعها ارجع تاني من الاول نفس البصه في نفس الحته او فين صلى على النبي انا اديت انتي بروستاجلاندين انا اديت حاجه انتي بروستاجلاندين بروستاجلاندين اللي بيخلي خلينا نقطع مفتوح انا لما اديتها مليون ارتي الجي اف ار قال لما الجي اف ار قال اليورين قال انا عندي مشكله البرنس اللي هيقول لي المشكله فين اللي ده بس ده كان بيعمل خفيف فيه ايوه اكبر ولا اقل من البريد الحموريه اكبر حجم الراحه الكبير على الرقم اللي هيبقى موجود عشان الميه زادت اللي بعده طب قول لي كده بالدكتور نلاقي لو السيل طب الكونتيشن مش سامعين خالص طب عايز انفستيشن اعمل ايه الاقي واحد السبب صح الامين البريد اللي بسكر من 25 40 او البكره طيب العلاج هقول لك العلاج تقول لي على حسب اكيد ولا ظن لو انا بتكلم على اكيد اولي اولد ازاي ار او ان ماي او سوري انت على حسب والله لو كان ليسر ولا مش ليسر ليسر يلا ريجاردلس الجستيشنال ايدج لو مش ليسر مطول ولا مش مطول فالتيور ولد مش مطول زقها شويه طب الكورونيك لا بالراحه ريست وسوتات عشان تنام وفي دواء بدي اسمه انتو مش ريلاكس بقى اخد الكورونيك وارجع للكومبريشن اروح بس ما مش نفس ولا لا لا صور لا لا صور لا كيف ترمينيش الجواب هو برد معه أكسل مية ليه لم يكن تدريني سألين
المية أقل من 500 صح؟ يبقى يا إما الفوليو أقل من 500 أو الميجا كيلو إندكس أقل من 500. النسبة بتاعتي بيقول لك 1 على 750 حاجة نص بالظبط. طيب إيه الأسباب؟ قول الأسباب إيه؟ والله في عندي فيتال، في عندي ماترنال، وفي عندي فيتال، ولكن الكلام ده اللي هو ضغط الحمل لما يبقى فيه ضغط عالي جدا بيخلي الاوتيولز يحصل لها ديجنريشن مش قادره تستحمل وبالتالي ما عادش كده. طيب الفيتا قال لك والله الفيتا عندي ثلاث او اربعه. اولا هنا المشكله لو انا عندي مشكله في الاوتيولز ليه؟ مين اللي بيعمل اصلا اليورينيشن؟ انا في مشكله في الرينال رينال اجينيسيس في عندي مشكله او استراكشر ما فيش اصلا يورين. اثنين حالات الاي او جي ار، اي او جي ار اختصار انتراين جروس ريستريكشن، ان في مشكله في العيل وقلت لك ده على فكره كتير تلاقي ان العيل نفسه هو وحش وهو انه ما بيكبرش وقلت لك الميه اصلا مش كويسه لا في ريديشن ولا ترانسليشن ولا اي حاجه. العيال البوست تيرم، العيال البوست تيرم دول اخرين 42 43 اسبوع فين؟ العيال البوست تيرم دي بتلاقي اقسم بالله الواد بيبقى نازل في الدار اليوترس تقعد تدخل ايدك انت عشان تظبطه تطلعه لانه هو لازق مفيش ميه خالص. اخيرا البي ار او ام. ايه البي ار او ام؟ يعني ما تشربش الكمبري يعني ايه الميه تفرقع الممبرين يفرقع ولما الممبرين يفرقع ايه اللي هيحصل دول الميه هتنزل كلها وبالتالي هتقل صعبه صعبه. طب حد يجيب معايا الاسباب ايه اسباب كل ده؟ واحد ماتيريال قليل بيكلاس التوكسيني ايه في واحد مين اثنين ايو جي ار ثلاثة بوست ويرن اربعة بين الكوربشن اوف ممبرين ار اي بي ريست بي سي عامة الاثنين بحرف البي بوست ويرن والكروم والاي اي جي ار والار لو في مشكلة في الرينال. اي حاجة تحفظها خلاص انا فهمت احفظها. طيب الستة هتيجي تشتكي لي من ايه؟ عكس دكتور بطني ما بتكبرش بطني ما بتكبرش مفيش عندي ابدومنال انلارجمنت خالص. ليه مفيش عندي ابدومنال انلارجمنت؟ مفيش ميه اصلا مفيش ميه من البطن اللي بتكبرها مفيش ميه. طب تيجي تقول لك ايه دكتور تيجي تبص ايه ده تحس ان الواد بص بيلعب بوكس مفيش حاجه ده عمال يعمل ضغط حضرتك ايز دي فيلت الفيتا بوطنه ايه تنسى ايده لا ده دراعه الشمال اللي بيسلم عليا واحد تحس كل حاجه تحت بطن خالص تحت بطنها على طول. تيجي تسمع ال البتاع سماعات بص اغاني جوه سامع على طول مفيش ميه ولا حاجه منك للعيل على طول فسهل جدا ان انا اسمع بالنسبه لي برضه بيحصل ده برزنتيشن ليه مش ميه كمان بيلف بالظبط عكس اللي هناك. هناك كان بيلف كتير هنا ما بيلفش بالظبط صح. والليفل بتاع اليوترس ماله؟ اقل من الامينوريه. ليه؟ مفيش ميه. اجي انا ابص افحص الست اقول لها على فكره انت حامل مثلا بتاع 16 17 اسبوع تقول لها دكتور 16 ايه ده في اسبوع 25 ليه؟ مفيش ميه مش عارف اصلا ان اليوترس يكبر عندي اقرا معايا. يبقى اول حاجه السيمبتوم قال لك والله فين يبقى قدامنا الانلارج الساين از دي فيلت الفيتال بار او مال برزنتيشن ومال بوزيشن. طبعا البوزيشن بتاعنا مش فيها حاجه خالص. الكومبليكيشن هنا عبيط مفيش فيها حاجه زي اللي هناك. الكومبليكيشن هنا هبل صلى على النبي. اولا ايوه من اهم الحاجات علمني عليها كتير الف مره ليمب هايبوفيزي مهمه جدا. ليمب ابنورماليتي مهم. ايه كمان؟ حد يعرف يقول بالمونر هايبوبليزيا ليه؟ هو يعمل لها ماتوريشن. فبالمونر هايبوبليزيا مش حاجه رايزة بتعملها. يحصل لك مشاكل انتي بارتم وانترا بارتم. ايه الفرق بين الاثنين؟ انتي بارتم اللي قبل الولاده انترا بارتم ساعه الولاده. انترا بارتم ساعه الولاده انت المفروض بتدخل العيل وتخرجه وتتفرج معاه في مريبل عشان في ميه. انما مفيش ميه والدنيا ملزقه الواد ده بيتعور ويتوزع منه. طول ما انت شغال بتلاقي الواد ده عمال كل شويه انت بتخبط فيه انت الاكشن كله معاه اليوترين كونتراكشن عماله ترجع فيه هو. فعشان كده بيحصل له انترا بارتم مشاكل. طب والانتي بارتم اللي قبل كده يبقى انتي بارتم فيتال ديستريس لان مفيش فيه كومبريشن وانترا بارتم والاي او جي ار. ايه البرنسيب بيقول الاي او جي ار ليه؟ اولا الاي او جي ار ممكن يكون سبب يعني ممكن اصلا يكون ان الاي او جي ار انترا يوترين جروس ريستريكشن كان سبب كان هو اصلا اللي هم جالها انفكشن فالعيل اتاثر فالميه قلت خلاص او
ساعات في صح ما بياخدش نيوتريشن، لان انا كنت قلت لك ان هو كان نانو نيوتريك بيغذي، وبالتالي يبقى انا عندي حاجه مشكله مع هو الانفليشن اوف تشويس. انا بعمل ايه؟ انت سامع هلاقي لما بيجي في الانفليشن يعني كان فدايم البروجرام قال لنا ايه؟ البوكت علم عليا بقى ان الفيرتيكال بوكت قال من 1 سم. امال الفيرتيكال بوكت هناك اكتر من كام؟ اكتر من 8. ايه العلاج؟ والله بص العلاج هنا انت تمشي تمام، يعني بحاول ان انا مش سبورتك او لا بتاعي، بحاول ان انا في حاجه عندك هنا اسمها امينو فيوجن، عاملين عليها كده امينو فيوجن تحت امينو فيوجن ده وحش عكس الامينو سنتيز. امينو فيوجن ده وحش وامينو سنتيز وحش. هتلاقي امينو سنتيز في البولي هيدرامينوس وامينو فيوجن وحشه في الاولي هيدرامينوس. اوعى يجي لك قرار انك هنا يا اخي الميه قليله بتزودها ربنا مبارك لك. في ناس بتعمل كده، في ناس في الكورونا كلها هيدرامينوس بيجوا يحطوا سرنجات يعملوا زي عفريت البذل اللي كان بيتعمل نفس الفكره، يجي يصحى الصبح كل مره ياخد 20 ده 20 ولكن بتعمل انفكشن بتعمل ليكج تفضل تسرب بتعمل بلاد تيبس غالبا انت تخش وترجع كذا مره تخش وترجع كذا مره وانت مش شايف، حتى لو الترا ساوند مش شايف ساعات تقوم جاي عامل انجل للعيان ده. سواء كان في الامينو سنتيسيس اللي انا بسحب منه في حالات الكرونيك بين هيدرنوس او الامينو فيوجن ان انا احقنهم، يقول لك احقن يا عم الفضايم ونلاقي الدنيا ولا مش ده ممكن يعمل اي ار او ام؟ طبعا طبعا طبعا، لان انا مش عارف حاجه، انا ما اعرفش اصلا غالبا الست اللي عندها ميه قليله من الرين بتاعها ضعيف، انا بغابة املى ميه غالبا ممكن اعمل ايه ار او ام صح، او انا وانا داخل اصلا انت قصدك وانا داخل سرنجه ممكن طبعا اللي برده مش ممكن يعمل، بس اسميه بي ار او ام لان انا مش داخل ابقى ايه ار او ام، ده انا داخل افرقع عشان اولدها فاقول بي ار او ام ان انا افرقع كده فاهم. طيب صل على النبي صل على النبي عبيد مش حاجه، انا عايز بس بينه وبين كوميونيكيشن عشان ارجع للكوميونيكيشن ورا وصوري يقول هو ده صلى على النبي. لازم الكلام ده يتكرر النهارده عشان يثبت لان انا فايل صلى على النبي. ليه الكوميونيكيشن بتاعي كل عيانه بيحصلها وهي كده موجوده؟ بتاع الحاجه دي عشان الكلام هتحس ان هو غريب جدا ولا هو ولا هو ليه؟ هو كده كده هناخد الموضوع تاني. اولا فين كام؟ ثلاثه وخط. اولا في مشاكل ممكن تحصل في البريجنسي ومشاكل ممكن تحصل في البريجنسي. من الحاجات اللي ممكن تحصل في البريجنسي لان الست بطنها مليانه 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 ابورشن بالظبط. ليه بيحصل ابورشن للست بطنها؟ علشان خاطر الميه في فاكتور كتير ابورشن وميه فيه ممكن يحصل. طيب في عندك رقم اثنين البلاسينتا بريشر مانفستيشن سهله، مال برزنتيشن ومال بوزيشن سهله سهله، تعالى انجمنت اوسيلت. سمعت انت كلمه انجمنت قبل كده في الكليه؟ كلمه انجمنت يعني ايه؟ بالظبط كلمه انجمنت معناها ان الراس تدخل في الحوض. كلمة انجيشمنت معناها ان راس العيل تدخل في حوض الست. تخوض. لما اكبر دايمتر بالعرض اللي هو اسمه فايبريتر دايمتر اهو هيخش جوه الحوض اسمه انجيشمنت. الست دي ممكن ما يحصلهاش انجيشمنت. ليه؟ الميه الكتير عمال يتحرك، يا ابني يخش عشان اولد ما بيخش. يا ابني يخش عشان اولد ما بيخش. يبقى الكوميونيكيشنز اللي بتحصل اثناء الحمل سهلة. أول حاجة ابورشن متفاهم، ممكن يحصل إيجار عشان الميه كتير. بص الثيوري من الثيوريز اللي بتاعه الأنثى يعني ايه اللي خلى الست مره واحده عشان تكون بتقوم صوابها من خلف الولاده؟ كده سيروس كتير. سيروس من السيروس بتاعتها البريم ستيشن يعني حجم الرحم وصل لحاجه معينه فقال لك انا اعمل كونتراكشن عادي ده مطيور. الست اللي عندها كده يتعمل في النوم هي تخش الولاده بدري. الولاده بدري دي انا ما اعرفش ممكن يبقى الحجم كتير جدا لدرجه انها تسقط بدري قبل 20 اسبوع تسميها او مش اجهاض. المهم انها يحصل اجهاض. يحصل بريشر ستيشن على العين. ممكن يحصل مال برزنتيشن ومال برزنتيشن لانه بيتحرك واخيرا نان انجيجمنت. تعالى لي بقى في الرحم تحت في البيت. اول حاجه موجوده عندك سنين.
ابراهيم من القرش صلى عليك. انت معاك بنون اول مره تيجي تاخد بنونه وترجعها تاني، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي البنون ترجع تاني زي الاول. انما لو خدت بنونه ورفختها 300 مره ورجعت بلاقيها منها البنون بتاعها بقى ريدندنت ومش عارف يعمل ايه تاني من الاول. نفس الفكره بالظبط. انرشيا يعني ايه؟ يعني مش عارف يعمل كونتراكشن. الهول بتاعي بتلاقي مصر ده انت كبرته زياده عن اللزوم جدا جدا جدا، فلما يجي يرجع ما يعرفش يعمل كونتراكشن تاني، مش عارف يعمل كونتراكشن يروح ويرجع. انت عملت ديسربشن للوسط كلها. فيحصل حاجه اسمها يوتراين انرشي. طب عند نقطه، هو انا بعوز الكونتراكشن فين؟ عشان الولاده. طب ايه كمان؟ وايه كمان؟ صلى على النبي. الولاده الطبيعي السيرت الدم بيقف عليها ازاي؟ يعني انا بقول لك عشان الدليفري، بس انت فاكر ان الدم البليدنج بيقف ازاي في الفاجينا دليفري؟ باليوتراين كونتراكشن. اليوترس بيعمل يوتراين كونتراكشن كده بيقفل على البلاد فيزل وبالتالي ما يبقاش دم. انما في القيصر الدم بيقف ازاي؟ كلوتنج افكت. انا عندي عملت سكار في الاخر وخيطتها، الدم اللي حواليها ده كله هيشتغل بكلوتنج فاكتور وخلاص، انا ماليش دعوه لان انا ماشي ايه الدم كله سيركيوليشن. انما تحت مفيش دم ولا حاجه، انا ما قطعتش حاجه، ما عملتش ديستربشن لحاجه، الموضوع كله بس كونستريكشن بيحصل. فين الست اللي عندها يوتراين انرشيا؟ هتلاقيها دايما مربوعه بمشكله اسمها اتونيك بوست بارتم انرشيا. اتونيك يعني ايه؟ مفيش كونتراكشن. بوست بارتم انرشيا يعني ايه؟ نزيف ما بعد الولاده. فدايما هتلاقي البنت مسؤولين مع بعض كده. فاهم قصدي؟ فاهم ولا مش فاهم؟ مش فاهم. يوتراين انرشيا يعني البنت مش عارف يعمل كونتراكشن. ليه مش عارف يعمل كونتراكشن؟ الضغط الكبير كبره قوي، فالبنت ما عادش بقى ريدندنت وهله. مش عارف ان هو يرجع تاني زي الاول. طيب على الجنب الاخر الستات اللي اليوترس بتاعها مش عارف يعمل كونتراكشن، مش هتعرف توقف الدم بعد الولاده، فيحصل لها حاجه اسمها بوست بارتم هيموريج نزيف ما بعد الولاده. الاثنين مع بعض كده اتون. حلو الكلام؟ طيب دول اثنين سليم. ارجع لي تاني كده لنظريه البلاعه او نظريه الفن او نظريه الطول. لما احنا كنا شايلين وقلنا حاجه فتحت الميه كلها نزلت حاجه اتشالت، ساعات بيحصل حاجه اسمها اكسيدنتال كيروكشن. اكتب كده اهو جنبها ايكوال سيباريشن اوف بلاسينتا بيفور تايم. يعني ايه الكلام اللي بقوله ده؟ هي المفروض البلاسينتا تفصل امتى؟ بعد ما ولد العيل، صح؟ يعني العيل ينزل الاول وبعد ما العيل ينزل البلاسينتا تفصل. ايه اللي بيحصل هناك؟ مجرد ان انت تدخل من البنين ضغط الميه كله يكون شايف البلاسينتا مازحها فتنزل الاول. تسبق الاول تفصل بدري قبل ما العيل اصلا ينزل. مش اسطول طبعا. يا اما الكل ينزل الاول او البلاسينتا تفصل والفيلد كله يبقى بلاد. تاني انا عندي ادي بلاسينتا هيك تسبق هنا. المفروض ايه يحصل؟ تفيل طبيعي واحد ضيق اثنين العيل ينزل. بعد ما العيل ينزل واخبط عليه واقوم ياخد البريس بتاعه واقوم قاطع الكورد الكلام بعد كده اكون فاصله بقى وخلاص زي الفل. ايه اللي بيحصل؟ لو الميه كتير في خرم تلاقي الميه تكون وتكون دي بسبب البريشر جايه منزوعه طالعه ايه كمان والعيل لسه خلاص. اسمه اكسيدنتال هيموريدج. احنا هنتكلم عن البوس. حلو بالظبط. لازم اشيل البوسيدنتال كل الحاجات دي هتجيلي ان انا يا اما اولد كويسان ده بيقول لهم حاجه وحشه يا اما اولد انسترومنت. عارف يعني شوف حد شاف الانسترومنت في بدايه كده؟ حد شاف الادراك المرحب ولا لسه؟ حد كان عامل ادراك النهارده؟ شوف بقى المرحب في عندنا كده دوانيه احنا الدولاب خالص ده هتلاقي فيه انسترومنت خطافين حاجات كده زي بص المطبخ في عندك بتاع بنلف بيها في عندك بتاع شفتين كده بنحمر بيه في واحده ثالثه مالهاش لازمه تحسينها بتبقى عامله كده مغرفه كده. المغرفه دي اللي بتخش نجيب بيها العيل عباره عن حاجه اسمها بوس كده بتخش جوه تجيب العيل وتطلعه تجيب العيل وتطلعه. ليه؟ لان انا هيك كل حاجه بس انت تكون فصلت الدنيا كلها البريشر اصلا عامل لي وشويه داخل الميتوس ما بيعملش كونتراكشن كبيره قوي. بيربرال سيبسس وسب انفيوشن. بيربرال سيبسس اللي هي حمى النفاس بيحصل غالبا انفكشن وسب انفيوشن يعني الانفيوترس ما يرجعش لحجمه الطبيعي. وانا يعني ما يرجعش لحجمه الطبيعي بعد الولاده. مش انا بقول لك ان هو كان 12 24 36 بيطلع لحد هنا والست بعد ما بتقول الانفيوترس بتاخد لحد هنا بيرجع تاني فتره النفاس 140 يوم وبعد كده يبدا يرجع لحد ما يرجع ست عادي. حتى اول ما طلع من عمليه تقول له دكتور بطل ترجع تاني امتى؟ لا استنى شويه كده ست اسابيع ولا حاجه حبه وحبه يبدا يرجع حد ما يرجع تاني فندر تاني خالص بيلبي تاني او بيلبي اورجن عادي خالص. فكره في ايه؟ ان الميكروس ما يعرفش يرجع تاني زي ده. انا مش عايزك تعرف يعني ايه ميكروس دلوقتي خلاص حط الميكروس دي لا هناخده وما ناخدهم باستفاضه في مكان. شو ملاك انجمه بقى
بي ار او ام ايرلي رابشر اوف ميمبرين. خدت النهارده كده 3 بي ار او ام بريماتور رابشر اوف ميمبرين هيفرق بعدين بي ار او ام ايرلي وهفرق لك بالاثنين بعدين وبعدين اي ار او ام اللي في واحده كمان خدناها تي 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 بي ار او ام قلنا بي ار او ام الصورة دي موجودة فيه. موجودة فيه. انا جايبها من هناك يعني. عجبني فيها قوي 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 قلت لك كل ايه يقول لك الستات اللي بتستخدم ام سيت عندها اول وان يقول لك ايه صلاة عندك 2021 الجاردن بيقول لي هيدرامنس قولي جو هيدرامنس تعرف تقول لي اربع اسباب بيتل اسمي عايز تلويتي رينا الامور الاي او جي ار لسه واحده بروم بريما تورا شرفين بيقول لك عايز اتنين دايجنوز دايجنوز عموما هات لي حاجه جنرال وهات لي حاجه ابدومينال وقول لي انفستيجيشن جنرال هلاقي ايه؟ مفيش اللارج طب لو انا حسيت الفندر بيجري ايه مات؟ طب لو عملت انفستيجيشن الاقي ايه؟ الاكتر فندر اللي فيه فلوس اقل من؟ 5 ولا ميسك فلوس اندكس قلنا 5 واقل من 500 ميسك 1 الفيرتيكال طيب ريجاردنج واقل من 1 ريجاردنج الامنيتي فلوس الفوليوم عند 40 اسبوع كام؟ 800 شاطر الكلر الكير باك بكام وبيك عند الكير الرياكشن النورمال فلويد اميونيك اندكس من 10 ل 20 اقل من 5 قولي اكثر من 25 قولي الفرق ان الاثنين دول يعني اكثر من 20 اسمه اباف افريج واللي اقل من 10 فلويد افريج مش عايز تعرفه عايز ثلاثة ابنورماليتي ثلاثة قولي هو هيدرابنوس قولي هيدرابنوس قولي اولايتس او بريما كيرابشر كلها ريجاردنج الفانكشن اوف اميليتا فلويد عايز ثلاثة فانكشن في البريجنسي وثلاثة في الليل احنا ما عندناش غير اثنين في الليل صدادة يعمل ووش بيوسع الفوكاتو بوتر بيوسع ووش طب عايز ثلاثة في البريجنسي نيوتريشن انسبيريشن اميونولوجيكال لسه واحدة ريجاردنج بيقول هيدرابنوس عايز التعليم اكتر من كام؟ اكتر من كام؟ 25 اكتر كام دايجنوز نفس ال 2 وزود عليهم واحده الفرق بيبقى اكتر من كام؟ تمام عايز اربعه دوس جلوكوز واحد ايه دي الجلوكوز كومن ايه؟ عايز اثنين ماتيريال